مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من إين بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة، يمكن برضو مكملين لسه في حديثنا عن فيروس كورونا، ولكن برضو هتكون معانا موضوعات تانية مختلفة شوية أو ناخدها من زاوية مختلفة شوية. بس في البداية أسلم على رؤى. يا مساء الفل، عامل إيه؟ زكا نورة، الحمد لله. مساء الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ يا مساء التفاؤل والله بجد، ان شاء الله خير يعني. طيب بصوا، النهارده طبعا كالعاده زي كل يوم موضوعاتنا كلها يعني تعتبر خاصه عن الكورونا، لكن بقى اليومين دول برضو في حاجات مختلفه كده ظهرت على السوشيال ميديا نوره، وحاجات برضو بتخلينا ايه يعني مبسوطين ومتفائلين. بصيص من الامل ان شاء الله. اليومين اللي فاتوا دول كان في الهرم كده في بلكونه دايما بتنور بالليل، وفيها كمانجه دايما منوره، وايه والناس تقعد تسمع احلى العزف طبعا لصاحب الكمانجا وهو محمد عادل، والناس كلها كل يوم يومين تستناه علشان خاطر يعني ايه يقضوا الحظر مع بعض في بلكونات. صح. كلهم مع بعض كده ايه يتسلوا. علشان كده ان شاء الله هيكون معانا في اخر فقره محمد عادل بقى صاحب الكمانجا، وهنسمع منه بقى يعني اجمل المقطوعات الموسيقيه باذن الله. بالظبط، يمكن اساسا قبلها كنا شفنا الفيديوز بتاعت ايطاليا ودول تانية بره كانوا بيعملوا القصه دي كنوع من انواع التسليه والترفيه، فبقى عندنا هنا وبقى باشكال مختلفه. طبعا احنا بنعزف اغاني خاصه بينا، هنعرف كل التفاصيل دي من محمد زي ما انت قلت. اما بقى الفقره اللي جايه هنتكلم عن حاجه حلوه جدا جدا، او مش عارفه يعني مش عارفه اقول حلوه جدا، هي حلوه جدا. هي مسليه الحقيقه في الفتره اللي احنا فيها دي، وهي التيك توك او ابلكيشن او برنامج التيك توك اللي كانت ناس كتير قبل كده شايفة ان هو ايه ده يعني وايه التفاهة دي، وفجأة كده اول لما حصل الحظر او ناس كتير بقت قاعدة في البيت هربوا على التيك توك. هنتكلم عنه اكتر، وكمان نشوف بقى ترى مين عمل تيك توك ومين لأ، وهون ولا ما هونش. قولي مين ما عملش تيك توك؟ انت يعني عملته؟ لا بس يعني اغلبية الناس عملوه. انا لو اعرف بيتعمل ازاي هعمله على طول يعني. بص يعني انا شايف ان برضو طلع لنا شويه مواهب جديده. اه ده حقيقي يعني. لا والله مسلي جدا، بيسلونا يعني. يعني انا نزلته قبل كده على فكره ومسح يعني. طب خليك في الفقره الثانيه عشان ما احرقش دلوقتي. طيب بص يا جماعه، طبعا اليومين دول يعني اغلبيتنا قاعدين في البيت طبعا عشان خاطر الاجراءات الوقائيه، ان احنا اليومين دول لازم يعني ما حدش ينزل الا بس للضروره. وطبعا اغلبيه الناس دلوقتي زي ما انت قلت يا نوره ملهاش حاجه تانية غير ان هي بس بتقعد تعمل فيديوهات او بتطبخ او بتعمل شويه نعمل كيك. تفاصيل في البيت كده ممكن لاول مره حتى كمان بنعملها. لكن كان في بعض الناس كان المفروض الايام دي خطوبتهم وكمان جوازاتهم، طبعا اغلبيتهم كلهم اجلوا، واغلبيتهم كلهم كمان ما بقوش عارفين يعملوا ايه، لا الخطوبه هيعملوها ولا كمان الجواز طبعا هيعملوه، علشان خاطر كمان التجمعات الفتره دي ما ينفعش تحصل، علشان خاطر لا قدر الله ما حدش ينال الاصابه للآخر. فطبعا أغلبية الناس منهم اللي زعل ومنهم اللي ما زعلش ومنهم كمان اللي فكر أفكار مختلفة. اه طبعا أخويا بسلم عليه كان فرحه بكرة واتلغى. ألف مبروك. يعني كان هيبقى ألف مبروك بس يعني إن شاء الله خير. هو من الناس أكيد اللي اتضايقت، وخصوصا كمان لما بتكون أنت عامل ترتيباتك على حاجة معينة وحاجز كل حاجة، والعروسة عيني طبعا بيبقى أضعاف الزعل، حاجزة فستان، حاجزة ميك اب، حاجزة شعر، حاجزة تصوير، بتكون حاجزة حاجات كتير جدا، تفاصيل كتير أوي. بالظبط، وصعب ان هي تتقبل فكره ان انا فرحي مثلا كان كمان شهر او كمان اسبوعين وفجاه الفرح ما بقاش فيه فرح، وهيتاجل لامتى الله اعلم بسبب الظروف اللي احنا فيها. ولكن انا بشوف ان هو دايما خير، يعني ما فيش حاجه بتيجي من عند ربنا الا لو كانت خير. في ظل بقى الاحداث دي زي ما كنت بتكلم على قصة الفستان أو التصوير أو الحاجات دي كلها، يمكن لو قبل كده كانت ناس بتضطر أنها تأجل فرحها أو تلغي فرحها ما بيكونش فيه تفاهم شوية في الموضوع ده، أو أنه المصور أو الميك اب ارتست تقول لك أنا مالي يعني أنتوا اللي لغيتوا أنا ماليش دعوة أن أنا أتضرر ماديا. ولكن الحقيقة أنه الفترة دي ناس كتير والأماكن حتى نفسها بتاعت الأفراح أول لما طلع القرار ده رجعوا للناس فلوسها كاملة، وحتى بتوع اللي بيشتغل كفرد لوحده سواء مصور أو حد بيعمل فساتين أو كده تفهموا الموقف، ويا إما بيرجعوا الفلوس يا إما بيأجلوا أو بيستنوا أن أنت تحدد معاد تاني، ودي حاجة أنا يعني محترمة جدا وبحييهم. بصي هو الطبيعي بقى يعني هي اصل الازمه على الكل مش بس في مصر، هي كمان في كل الدول. فطبيعي جدا لو انت الموضوع هيبقى منه ضرر
لا ما بلاش يعني نتغاضى بقى عن القصة دي دلوقتي كده ونأجلها شويتين ثلاثة. وعلى ما أعتقد أغلبية الناس اللي هي أصحاب القاعات والفنادق وكمان الكوافيرات والمكير والكلام ده كله أغلبيتهم كلهم خلاص يعني هو غصب عنه لازم يأجل لأن هو كده أو كده مفيش تجمعات، ما ينفعش يكون في عندك في الوقت ده أو في المناسبة دي ناس تجيبهم، عشان ده كمان دي من ضمن قرارات الدولة ان احنا الفترة دي ما يكونش عندها تجمعات. طيب الحل ايه؟ الحل ان سيادتك تأجل، الحل ان سيادتك تلغي. بس طبعا اغلبية الناس اللي اخدت القرارات دي زي ما انت قلت يا نورة بتبقى خلاص عملت حسابها ورتبت اوضاعها ان هي خلاص هيتجوزوا او خلاص هيتخطبوا، مفيش مانع او ما يمنع يعني ان احنا ممكن نأجل الموضوع ده، واصحاب الحاجات دي كلها اتفقنا معاهم اغلبيتهم ناس محترمة وبيأجلوا يا اما لميعاد تاني او يا اما بيديك فعلا الفلوس بتاعتك بالظبط. لكن كان في حاجات تانية بقى بالظبط كده، يمكن في ناس بقى ما استسلمتش الفكرة دي اللي هو يعني افرض طيب دي نهاية العالم ليه اموت قبل ما اتجوز انا هتجوز يعني هتجوز واتخطب يعني واتخطب. بيعملوا ايه؟ بيعملوا مثلا يا اما كاتب كتاب لطيف كده صغير في البيت اللي هو المأذون والاتنين شهود والعريس والعروسة وشكرا وخلاص، او الخطوبة نفس الفكرة. ويمكن ده حصل بالفعل انه برضو بيقتصر انه الخطوبة تكون في البيت ومقتصرة بس على الاهالي، مش الاهالي اللي هم عيلة يعني عم وخلان والناس دي كلها، اب وام واخوات فقط، وبرضو بيراعوا فكرة انه يكون في مسافات وهم قاعدين او التهوية او الحاجات دي كلها، بس بيحاولوا انه هو يعني خلاص احنا عملنا حسابنا على ده واحنا عايزين نفرح، فبيحاولوا انه هو هم ما يستسلموش. بس ما حبكتش يعني ده مش استسلام. بص هي ما حبكتش لو خطوبة بس بحسها حبكت شوية لو هي جواز، لانه بيبقى البيت خلصان وكل حاجة جاهزة مش هيتبسط يعني هيبقى كل حاجة عندك مفيش هانيمون كمان، كل حاجة عندك مقفولة، الطيران عندك مقفول، الاوتيلات عندك اغلبيتها خلاص لا ما حدش يخش اي اوتيل دلوقتي، فخلاص انت هتعيش يا اما هتتجوز تقعد في البيت لحد ما تعمل بقى شهر عسل او اسبوعين عسل زي ما انت عايز يعني بعد ان شاء الله ما الازمة دي تعدي، او يا اما هتأجل. وانا شايف ان هو من المنطقي انك تأجل عشان كل حاجة حواليك تكون مهيئة، تتبسط بفرحك، الناس تجاك كلها تبقى معزومة وانت مبسوط والناس كلها بتبارك لك، نفس الكلام تسافر تعمل انت عايزه، يبقى كل حاجة عندك مهيئة ومترتبة يعني وخلصة مخلصة كده زي ما بنقول. عايز اقولك بقى على حاجة، في ناس تانية قررت انها انا مش هأجل بس في نفس الوقت انا مش هعمل حاجه تضرني او تضر الناس اللي حواليا. يمكن في بنوته اسمها ايه عملت ايه، قررت انها تعمل خطوبتها ولكن خطوبه اونلاين، يعني مفيش تجمعات مفيش اي ناس، الخطوبه عن طريق اللابتوب او الحاجات التكنولوجي عامه اللي موجوده دلوقتي. دي صور ايه، هي ايه ايهاب دلوقتي معانا على التليفون، وهي بالمناسبه هي صحفيه ومن الناس اللي قررت انها انا هفرح بس اونلاين. يا ايه مساء الخير. مساء النور جميل، عامله ايه؟ الحمد لله، مبروك مبدئيا. الله يبارك فيك يا حبيبتي، تسلمي. احكي لنا بقى كده، انت المفروض كانت الخطوبه امتى وازاي قررتي انه انا مش هاجل بس في نفس الوقت انا هعملها بالطريقه دي؟ احنا كنا متفقين على قري فتحة، بس كان هيكون من فترة بس كان لظروف عائلية قاعد يتأجل فترة، وبعدين جه موضوع الكورونا ده. يعني احنا قعدنا فكرنا والله كتير قبل الخطوة دي يعني اذا كنا احنا نتجمع ولا لأ، وفي النهاية قررنا انه طيب خلاص احنا هنعمل احتفال بسيط ما بيننا وبين بعض، يعني اشخاص قليلين في الشقه عندي، حاولنا نخليها اقل عدد ممكن. يعني هو كان واخواته الثلاثه لان اهله رافضين، وانا واهلي، ويجي وهنلبس بس دبلتين كده، والمفروض يعني انه الشبكه بقى او الاحتفال الكبير ان شاء الله لما الكورونا تخلص، يعني قلنا خلاص ناجلها بعد الكورونا بس هنعمل احتفال بسيط مؤقتا عشان احنا طبعا مش عارفين ممكن الازمه تخلص امتى. احنا شايفين الصور دلوقتي يا ايه، احنا شايفين صور المعازيم. المعازيم اونلاين بالظبط. المعازيم كانوا موجودين اونلاين فعلا. باركولكم ازاي بقى، يعني عملوا ايه معاكم هنا من خلال الصور دي؟ احنا كنا يعني كانوا متضايقين جدا اصحابي، وقعدوا يعيطوا واتصلوا بيا في التليفون متضايقين ان هم مش قادرين يحضروا، فاحنا قررنا ان احنا قبل الخطوبه والله بساعتين ان احنا نعمل شات اونلاين.
نجمع فيه صحابي وصحابه واهله حتى اللي ما اللي ما عرفوش يحضروا. وقبل القرية الفاتحة اتصلت بيهم، يعني كنت مجهزاهم ومرتبة معاهم وكلمتهم وعملنا ودخلوا في المكالمة الجماعية. وكل واحد فيهم بقى قعد قرى الفاتحة معانا وقعدوا يزغرطوا. طب ايه على الشات كنتوا واخدين اجراءاتكم برضو او احتياطات كده معينه علشان يعني لا قدر الله برضو ما يحصلش اي حاجه او اي انتقال للمرض؟ هو كده كده اصلا احنا ملتزمين بالعزل المنزلي واهله ملتزمين بالعزل المنزلي. فهم جم بالعربيه من بيتهم على طول على بيتنا. مع ذلك احنا لان هم كمان ساكنين جنب بعض. اوكي. فكلهم اللي هم كام شارع من بعض. بس جم طبعا احنا كنا مجهزين البيت مسحين بكلور عطينا الادوات كان في جل للايدي اول ما هم جم من بره حتى كل واحد غسل ايده ووشه كويس جدا بصابونه حطيتوا فوطه على الارض فيها ميه بكلور يا ايه صدقي ان هو كان قايل لي كده يا ايه اعملي البتاع وحطي عليها كلور عشان احط عليها رجلي صدقيني احنا فكرنا في كل حاجه ممكنه يعني ما فيش حاجه ما فكرناش فيها. ولما مشي عقمنا البيت تاني يعني عملنا تاني ماي بوك حلو على كل حاجه. طب حسيتي ان انت مبسوطه ولا لو كنت عملتي خطوبتك في وقت تاني او اجلتيها كنت هتبقي مبسوطه اكتر؟ اكيد كنت هبقى مبسوطه اكتر عشان كده احنا عملنا بس خطوه ايه يعني قلت هرسل العصايه من النص هنلبس الزبل بس. لان انا اكيد منتظر الخطوه الكبيره يعني ان احنا بقى نحتفل مع صحابنا لكن لاني برضه مش ضامنه ممكن نقعد لحد امتى فقلت خلاص دي فاكيد ما كانتش فرحه يعني اللي هي الفظيعه لكن الى حد ما كنت حاسه ان هم جنبي ودي كانت حاجه مطمناني لحد ما. وهو هيبقى عندكم ذكريات تحكوها لاولادكم بعد كده ان شاء الله. جدا صدقيني. نورتينا يا ايه والف مبروك مره ثانيه. شكرا باي. شكرا جدا ليك يا آية. يا فكرة بس برضو طبعا هو أكيد ألف مبروك الأحسن ألف أكيد مبروك الأحسن طبعا إن بس إحنا نستنى نصبر شوية بالظبط يعني ممكن نأجل الموضوع شويتين ثلاثة عادي جدا لأن برضو التقارب في الحاجات دي مش لطيف يعني لازم يبقى برضو عندنا في مسافات لازم ناخد الإجراءات الوقائية ما حدش ضامن وعلى فكرة يا جماعة برضو من ضمن الحاجات اللي إحنا يعني قلناها لكم قبل كده وكمان إحنا خلاص بقى عندنا الثقافة والتوعية يمكن خلاص من أغلبية القراية عن فيروس كورونا إن ممكن حد يكون لا قدر الله هو عنده الفيروس ومش عارف وما عندوش أعراض بس ممكن يعني ينقلها لأي حد تاني حواليه فعلى إيه بقى؟ يعني لا قدر الله لحد لا عنده سخونية ولا عنده الأعراض بتاعة الكورونا بس هو ممكن مصاب بيها ويعني ويصيب اللي حواليه فما لهاش لازمه التجمعات ما لهاش لازمه دلوقتي ان احنا ممكن نعمل حاجات لا قدر الله يبقى شاكين فيها ناجلها شويه وان شاء الله لو التزمنا بالحجر الصحي بتاعنا الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي اخطر اسبوعين دول ان شاء الله والله هنعدي بامان باذن الله. احنا كده خلاص خلصنا كلام عن الافراح والليالي الملاح. هروح معاكم بقى الفقره اللي جايه عن الناس برضو ازاي ممكن بيقضوا وقتهم من خلال الحظر بتاع بالليل وكمان في البيت من خلال التيك توك بعد الفاصل. النهاردة أول يوم ليا في التيك توك وأبشركم بسنة بيضة بيضة على اللي داخل بيتقصع ويترقص وعامل لي فيها هلهوب أنا ماسك شنبي عشان ما يقعش اللي في الخير يقدم ربنا. انا انسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لائق. بكلمك مش بترد مشغول طب ما تقول ما انا هو بقول لا انت اتغيرت ما بقتش تحبني بعت لك على الواتساب ما شفتهاش لا يا شيخ والله اكذب ليه عشان ما بقتش تحبني take me as if I want to be وخدي وتهني بي سليفن عوافل بكلمك مش بترد مشغول طب ما تقول ما انا هو بقول لا انت اتغيرت ما بقتش تحبني قدام كل الناس واكتب عنه واقول لا لا عليها مش معقول كده يا محمود اللي بتعمله ده ما يصحش قول له قول لاخوك ده طير السوداني والكاشف كله من قدام take me as if I want to be وخدي
عايزه اقول لكل اللي بيكرهوني وما بيحبونيش وبيحقدوا عليا، هديك 5 أقلام على وشك عشان انت بتكرهني. مشغول. طب ما تقول، ما انا هو بقول ما بقتش تحبيني. طبعا يا جماعه يعني اليومين دول ما شاء الله يعني المواهب ظهرت، حتى لعيبه الكوره كمان بقوا بيمثلوا، واي حد قاعد في البيت دلوقتي الفتره دي يا نوره، يعني التيك توك طبعا هو رقم واحد في حياتنا في اغلبيه الوقت اللي احنا قاعدين فيه في البيت، طبعا علشان خاطر يعني العزل الصحي ومش بننزل كتير. ده حقيقي. يمكن في ناس بيكون على حسب هوايه كل واحد، بس مع كتر وقت الفراغ اللي احنا فيه، فلو حد حتى عنده هوايه بيعملها في وقت معين. حد مثلا بيحب القرايه فخلاص قرا الكتب اللي كان محتاج ان هو يقراها، حد تاني عايز ياخد مثلا كورس اونلاين بيقدر ان هو يعمل ده، حد هوايته ان هو يقعد يتفرج على الافلام بيعمل ده، واحده هوايتها ان هي تقف في المطبخ فبتعمل ده. بس في جانب تاني زي ما كان بيقول فاروق، فكره التيك توك او فكره ان احنا بنعمل حاجه ترفيهيه، ان احنا بنشوف الناس بتعمل ايه وفي نفس الوقت نقدر احنا كمان نعمل ده ونطلع كل المواهب بقى المدفونة. ويمكن أنا عن نفسي شفت مواهب كتير مدفونة، منهم سارة سعيد الإعداد اللي معنا النهاردة وعملت فيديو عبقري. بنتحايل على ميار إن هي تنزل الفيديو بس. بصوا طبعا كل واحد بيحاول يعبر عن اللي جواه وموهبته، بس ما أعتقدش إن في حد يعني زي موهبة سارة سعيد وحسنت أختها وأخوهم. يعني ساندي برضو يعني ما شاء الله فيديو جميل جدا، وأغلبية الناس كمان عرفت إن هي تعمل حاجات مختلفة. يمكن التيك توك ظهر من 2016 لكن ما ظهرش بنفس القوة بتاعت اليومين دول. إحنا برضو عندنا الحس الفني الطاغي علينا، يعني إحنا عندنا الحتة إيه والحس كده بتاع التمثيل والغنى بيطلع في أوقات معينة. لكن الجميل كمان شفنا يعني برضو نجومنا الجمال إن هم إحنا بنشوفهم دايما في الدراما وفي السينما، لا كمان برضو هم نزلوا مجموعة فيديوهات لطيفة جدا وعبروا برضو عن الموهبة وعن الوقت اللي هم قاعدين فيه في البيت. بالظبط. يمكن أول لما ظهر كان مش هقول مقتصر، ولكن أغلب مستخدمي الشباب الصغير شوية في السن، اللي هو إحنا بنتكلم بقى من 10 سنين مثلا لحد 18-17 سنة، ده كان أغلب الناس اللي بتستخدمه. وكان الناس بقى اللي هم الشباب اللي هم مثلا قدنا أو حاجة، اللي هو يقعدوا يتريقوا إيه الفيديوز اللي انتوا بتعملوها دي، إيه التفاهة دي، إيه الحاجات الغريبة اللي بقت تظهر دي وحاجات كده. لكن طبعا مع فترة العزل أو فكرة الفراغ اللي احنا بقينا عليه ابتدوا يخشوا يدوروا يشوفوا الفيديوز اكتر اللي بتتعمل، فلقوا الموضوع انه لا ده مسلي والله، يا ريتنا اكتشفناه من زمان. بص يا نوره يعني انا كنت لسه هتكلم على الفيديو. ماشي يا خالد. كنت لسه اقول بصي حتى كل واحد يعني طبعا من الفنانين طبعا هم يعني ده طبيعي بالنسبه لهم، لو حتى هيمثل حاجه او هيندمج فيها فده بالنسبه له سهل جدا، لكن لو ناس عاديه ده اللي بالنسبه لنا مش 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 سهل ان حد ممكن يتقمص شخصيه او حد يقلد الفنان ده. حتى لعبت الكورة كمان لك احنا كلنا مواهب. المصريين جامدين. طب خلينا بقى حاجة نشوف نبدع فيها. يا مينا. ايوة. عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انتوا الاخبار؟ الحمد لله تمام. مينا قول بصراحة، عملت تيك توك ولا لسه؟ انا عملت في 4 أيام مثلا بتاع 25 فيديو 30 فيديو ما شاء الله. طب قول لنا يا مينا، هل انت اصلا من اوائل الناس اللي كانوا بيستخدموا البرنامج ده ولا لا؟ لا لا لا، هو الفكره كلها يعني كنت مش بستخدمه كتير، بس لقيت ده قلت اجرب اليومين وانا قاعد بقى طبعا ما فيش حاجه خالص، فقلت انزله كده واجرب الموضوع، ما كنتش عارف اي حاجه خالص، فبقيت اسال بقى اصحابي الصغيرين يعني الناس الصغيره، يا جماعه طب هو بيستخدم ازاي؟ طب اجيب الساوند ده ازاي؟ اشتغل عليه ازاي؟ فكنت عارف بالظبط، فاللي هو كاني مثلا ايه، كان لما كان بابا لسه عامل الفيسبوك او هو عامل الفيسبوك بتسالني، فانا بسالهم بقى بالظبط الفيسبوك بيشتغل ازاي؟ يعني كان بس بعد كده بقى اتعاملت، بعد كده بقى الدنيا تمام، بعد كده انتشرت اسمها، بعد كده انتشرت. طب مينا بقول لك ايه، يعني انت كل الفيديوهات اللي عملتها عملتها لوحدك ولا شاركت فيها بقى اهل بيتك؟ لا هو شاركت فيها اصحابي اكتر، وكان في حاجات بتاعتي انا ولسه كنت يعني بقنع اخواتي يخشوا معايا في الموضوع. يعني الاب والام اللي من دول مش مصدقين، عارف هو بيعملوا حاجات بيعملوا ايه يعني ويدخلونا معاهم فيها، عارفه الجو ده. ما في فيديو من زياد، فانا كنت واقف بعمل فيديو بمس عليه، لقيت ماما جايه من ورايا وقالت لي انت بتعمل ايه؟ انا بعمل تيك توك. قالت نعم. خلاص
لو تعالي بس ادخلي معايا كده وقولي كلمتين معايا ولا اي حاجه. لا انا راح اكمل الاكل واجي لك بقى. طب شايف يعني هل فكره انتشاره في الوقت ده انه ناس كتير عندها وقت فراغ او حاجه بتسليها، ولا هو فعلا حاجه ممتعه وموجوده من قبل كده بس احنا اتريقنا عليه وخلاص؟ بصي هو يعني وجهه النظر في الناحيتين ماشيه، يعني هو دلوقتي هو بيحاول يخرج الناس عن مود الزهق شويه والقعده، فالناس بتحاول تطلع طاقتها في اي حاجه، فلقيت ان تيك توك ممكن تفرغ فيه الطاقه اللي عندهم شويه وتطلعهم في حاجات كوميديه يضحكوا عليها بعد كده، فبيحاولوا بس يلطفوا الجو معاهم شويه عشان بس ايه يحاولوا يعدوا اليومين دول بيبقوا كويسين عليهم، ما يفتكرهمش باي حاجه حصلت فيه وحشه او حاجه، فيضحكوا على الحاجات دي كذكريات ليهم في الايام دي. شكرا ليك يا مينا، بالتوفيق يا مينا. شكرا جدا ليك. طب معانا ساندي، ساندي سعيد، اخت ساره سعيد الاعداد. يا ساندي ازيك يا ساندي؟ ايوه معانا النجم ساندي، ازيك يا ساندي؟ ايه الاخبار؟ والله وحشتنا جدا. وانت كمان ايه منوره السوشيال ميديا؟ الله يخليكي والله. والله يا ساندي يعني ما شاء الله المواهب كلها ظهرت الفتره دي على تيك توك، ما شاء الله. ايه رايك؟ لا ده في ابداع يعني. طبعا بعد ما تخلصوا تعرفين مكانكم فين بعد كده. نعم. بقولك بعد ما تخلصوا ان شاء الله يعني مستنيين بقى منكم افلام بقى ومسلسلات. والله انا مستعده ما عنديش مشكله. او لازم تبقى انتوا، تبقى انتوا الثلاثه برضو، انتي وساره وبيبو، يعني انتوا الثلاثه عاملين شغل حلو قوي. قولي لنا يا ساندي بقى، بتستخدمي التيك توك من قبل كده ولا الفتره دي بس؟ لا والله خالص، يعني التيك توك ده كله انا لا هي مش تهمه يا ساندي، ليه والله خالص؟ عشان كنت بتريق على اي حد بيعمل، بقول ايه الفراغ اللي واكله ده؟ دلوقتي بقى الفراغ بقى واكلني. وبقيت بقى ايه، بقعد طول الوقت قاعده عليه بشوف ده وبعمل ده واجرب ده واغير شكلي للفيديو ده واشوف ده محتاج ستايل عامل ازاي وافضل اقلد، فالحوار طلع كبير. قولي لنا يا ساندي، طيب الافكار دي مين اللي بيخترعها؟ انت ولا ساره ولا اخوك بيبو؟ لا هي اصلا بتكون فيديوهات موجوده على التيك توك واحنا بقى بنعملها بطريقتنا احنا. يعني بتقلدوها يعني؟ طب ايه تاني بتعملوه غير التيك توك؟ يعني بتقعدوا بالليل تعملوا ايه؟ افلام برضو وفشار وبتخترعوا اكل وكده، ولا مالكوش علاقه بالمطبخ؟ لا مالناش علاقه بالمطبخ قوي، بس احنا بنقضي بقى افلام كتير، خلصنا افلام كتير. بنقعد مع بعض شويه، بناكل مع بعض شويه، بنشغل فيديوهات شويه، بنقلب فيديوهات شويه كده يعني. طب يا ساندي، لا في البيت بيشاركوا معاكي بارادتهم ولا بتجبريهم؟ عشان انا سمعت ان انت بتجبريهم. ده حقيقي، عشان انا ما بمشي في الحوار ده، فانا بفضل اتحايل عليهم واقول لهم بص انا عاملين كده، بص شكلي حلو ازاي، مش عارفه ايه. طب لما جربوا اتبسطوا؟ جدا. عايزه وقمر بيقول لي يلا نعمل، هنعمل ايه النهارده؟ احنا ما صورناش النهارده، انا مصوره النهارده. بالتوفيق يا ساندي ان شاء الله. نورتينا. ومستنيين بقى فيديو جديد. بقى سوا. عايزين فيديو جديد ها؟ نعمله سوا بقى. ماشي. ماشي. نظبط القصه دي مع بعض. شكرا جدا ليك يا ساندي. شكرا جدا ليكي، افكار مختلفه ونتبسط بيها، اهم حاجه تفضل في البيت. بالظبط، خليكوا في البيوت، خليك في البيت، اعمل تيك توك، اعمل اتشقلبوا في البيت براحتكم، بس اهم حاجه، اهم حاجه اليومين دول ما حدش ينزل من البيت، بلاش اختلاط، انزل بس للضروره فقط لا غير، وانت رايح شغلك حاول برضو تامن نفسك، الماسك بتاعك، الجوانتي، الرشاش، الرشاش بتاعك وخلص. 100 100. وارجع البيت، الحذاء بتاعك بره، اول ما تخش بره البيت، وبرضه عقم نفسك، ونفس الكلام. طيب احنا كده خلاص خلصنا كلام عن القصه، خلاص يا فاروق، الناس كلها بقت دكاتره وعارفين كل المعلومات دي. لازم رشها رشها. طب يا جماعه احنا هنطلع فاصل لحد ما فاروق يرش الدبانه، ونرجع لكم مره ثانيه مع محمد عادل، عازف الهرم او عازف كمانجا في بلكونه شارع الهرم. خليكم معانا. Thank you.
وقفه الاول وبعدين نتكلم. يمكن الفتره اللي فاتت مع وجود الحظر والناس كلها كده بالليل بتبقى الدنيا هص هص، الشوارع فاضيه، كل واحد قاعد في بيته وقافل عليه، اهالي الهرم كان الوضع عندهم مختلف. ليه فجاه سمعوا صوت كمانجه حلو جدا من بلكونه احد الجيران؟ محمد عادل اللي معانا النهارده قرر ان هو يعزف بآله الكمانجه في البلكونة ويحاول يسلي كل جيران وكل الناس اللي حواليه ويمتعهم بعزفه زي ما متعنا هنا في الاستوديو. محمد يعني انت هايل. قبل ما نتكلم معاك وقبل ما نقولك منورنا واهلا بيك وكل الحاجات دي كلها، نشوف الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا لمحمد عادل وهو بيعزف من البلكونة وقت الحظر ونرجع نتكلم. والله يا جماعه بصوا حاجه جميله جدا وحاجه في منتهى البهجه والجمال. طبعا محمد زي ما نور عرفته كده وقالت عليه ان هو راجل فنان، وكمان وقت الحظر بيكون عندنا الوقت شويه كده ايه يعني طويل، فعايزين حاجه تفرحنا وتفرفشنا، وطبعا محمد هو اللي بيعمل القصه دي بالليل. محمد الاول طبعا برحبك معانا، لكن الفكره جات لك ازاي؟ هو هي طبعا تقليد من العازف الايطالي اللي هو بيعزف ساكسفون، بس هو ابن خالتي هو بيعزف ساكسفون ورالي فيديو، فحبيت اشارك الموضوع ده، وبالذات ان احنا كلنا قاعدين كموسيقيين بره بالاخص يعني قاعدين في البيت، فمفيش شغل مفيش اي حاجه اصلا. فكل يوم كنت بعمل اللي انا بطلع لايف يعني مع اللي عندي في البيج. قررت ان اعمل الموضوع ده واكسر الملل بالنسبه لي وبالنسبه للناس، وبصراحه كان وحشني المسرح يعني والتسقيف. فالمهم لما طلعت على البلكونه وقلت اعمل الموضوع ده وجبت كان معايا سماعه وميكسر انا واخويا وطلعت بالمايك وقلت نجرب اغنيه، هي كانت اغنيه وحشتيني بتاعت عمرو دياب، لعبتها وقلنا نخش بسرعه علشان ايه مفيش حاجه تترمي. بس الحمد لله الناس كانت سقفت ومبسوطه جدا وكله طلع من البلكونات يعني، وكان حتى حراس العماره كانوا قدامنا هم وعيالهم قاعدين بالكراسي مبسوطين. محمد ما خفتش يعني فكره ان انت كنت متوقع تقريبا ان انت ممكن تتحدف بحاجه او كده؟ ما خفتش من فكره ان انا هطلع اعزف في البلكونه حواليا جيران، ممكن حد فيهم يبقى متضايق، ممكن حد فيهم يبقى تعبان، ممكن حد فيهم مش حابب اسمع، انا عايز مثلا قاعد بقرا كتاب او بعمل حاجه يعني، ولا قلت هجرب وخلاص؟ هو انا اوريدي اصلا في عندي في العماره جيران، في كام حد من جيراني كانوا بيشتكوا اصلا من الصوت عندي اصلا. انا بتمرن جوه البيت يعني جوه البيت، فقرر يبقى بره البيت كمان. بس عادي انا قلت يعني بحب اعمل التجربه اخد التجربه ايا كانت هتحصل ايه بقى. بس وفي نفس الوقت احنا كلنا ملانين وقاعدين في البيت بالظبط، فانا قلت ايه رد الفعل يعني اللي ممكن يحصل يعني، فاكيد مش هيحصل حاجه يعني. قلت اجرب يعني. زي ما تيجي بقى. زي ما تيجي الحمد لله. طب محمد انت كل يوم ليك ميعاد معين؟ انا كل يوم الساعه 7:30 اللي هو يعتبر بدايه الحظر لغايه الساعه 8 او بكتير قوي 8:15. ده الميعاد اللي هو بعد صلاه العشاء على طول. ومؤخرا بقيت اعمل ان انا ممكن اشغل دعاء في الاول برضه عشان الموضوع اللي احنا فيه، وبعد كده بنبدا نشتغل لغايه ما الحظر ينتهي يعني ان شاء الله. بس بحاول على قد ما اقدر يعني كل ليا دور يعني كعازف يعني ان انا اكسر الملل عند الناس، ويا ريت يعني كذا حد يعمل كده، عازفين او مغنيين او حتى حد بيقول ابتهالات
ان يعمل ده يعني في البلكونه عنده. ايوه. طب قول لنا يا محمد، ايه بقى ردود الافعال اللي جات لك من الجيران والناس اللي حواليك؟ هو اول حاجه الجيران اللي كانت بتشتكي مني انبسطوا جدا. حلو. وبيبعتوا لي اكل كل شويه وكده. ايه ده، الله ده حلو ده. جميل ده. انا ممكن اطلع اطبل في البلكونه لو هيجي لي اكل عادي. وبس يعني انا في العمارتين اللي قدامي، هو اصلا الفيديو اتشهر من حد بيصوره من العماره اللي قدامي. انا ما اعرفش اصلا اي حد في العمارتين اللي قدامي. فاتبسطت من ده يعني، والناس كلها يعتبر كانت بقت مستنيانا من الساعه 7 قبل ما ابدا اللي هو 7:30 يعتبر. وبس ده الفيديو ده اللي بيصورك حد من جنك قدامك تاني صح؟ اه. طب كويس، هم اتعرفتوا على بعض كلكم في الوقت ده؟ اتعرفتوا على بعض الحمد لله. انت عامل يا محمد التوقيت ده عشان خاطر لو حد عايز ينام بعد كده ويستريح يبقى الموضوع كمان يكون بعد صلاه العشاء، وكمان يكون لسه الناس جايه من الشغل وريحت شويه كده يعني. تمام. يكون الميعاد مناسب للكل. لا صفافير وفي ليله. اه. طب احساسك ايه لما سمعت تسقيف؟ انت كنت يعني انت قلت في الاول ان انت وحشك المسرح، فهل حسيت فعلا ان انت بتعمل حفله لايف؟ انا حسيت ان الفرنده اللي انا فيها دي المسرح بتاعي، والناس بتسقف لي ومدحني وشكرا كده. فانبسطت جدا يعني من رد فعل، حتى كان في ناس بتبعت لي. الموضوع انتشر اكتر لما بطلع لايف، العدد زاد عن غير المتوقع، وحتى في ناس بتبعت لي من كندا واسبانيا، الناس يعني المصريين بس قاعدين هناك وامريكا، وبيقولوا لي ان احنا مبسوطين جدا من اللايف وما توقفش وكده. وبرده ناس في الوطن العربي نفس الكلام يعني. فانبسطت ان انا اول واحد في مصر عمل كده، ولسه مؤخرا يعني واخد بالي متهيألي يعني من اوائل الناس اللي عملوا كده في الوطن العربي. ده حقيقي. يمكن هو كان قبل كده اللي انتشر بالزبط. كان في ايطاليا ودول بره، بس في الوطن العربي اعتقد برضو انه ده كان اول فيديو انتشر على لسه كان في ميديا. صفحه في دمشق كان عاملين نفس الفيديو بالظبط نازلينه، وقالين ده عازف سوري وده عندنا في الشارع وكده. المهم دخلت يعني قلت لهم ان هو لو انه انت من اوائل مصر او نمسح الفيديو عشان ما يحصلش مشكله يعني كده، ومسحوا الفيديو يعني. دي حاجه بسطتني عموما بعيدا عن اي حاجه، ان الناس مبسوطه من الموضوع. بس طب ما نسمع حاجه يا محمد بقى. يلا يلا بينا. Thank you.
غيرت المود يا محمد والله بجد. يعني محمد انت عارف ان انت يعني في برضو بعض الفنانين دلوقتي بقى بيطلعوا حفلات اونلاين على الفيسبوك, بتتابع ده؟ حفله كامله؟ اه لا صراحه يعني لسه اخرهم الفنان علي الحجار. انا سمعت عمر خيرت عامل الموضوع ده الخميس اللي فات متهيألي. فيعني برضو المشاركات المختلفه اللي من بعيد لبعيد متهيألي اليومين دول مطلوبه. بالظبط. طب انت بتفكر في ايه الفتره اللي جايه؟ ايه ده؟ على طول كده. بص انا بدات بعيدا عن الكمانجا وتعلمتها يعني وكده, بدات افكر في موضوع التاليف والتوزيع لان انا حابب الموضوع ده من مثلا 7 سنين ولا حاجه. بدات من مثلا سنتين بدات اخش اتعلم موسيقى الجاز مع حد اسمه مستر هيربي هانكوك, ده ماستر كلاس اونلاين, وتعلمت تاليف نفسها مع دكتوره نهله مطر واستاذ جورج يعقوب, وبس بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم في موضوع التاليف, وبدات اعمل ده فعلا للناس صحابي يعني عندي برضه هوم ستوديو في الاوضه في البيت يعني عندي, وهو يعني بحاول على قد ما اقدر يكون ليا مؤلفات وتبدا تنتشر, دي اهم حاجه بالنسبه لي. طبعا. طب محمد ايه الاغاني اللي انت بتعزفها وقت الحظر؟ هل في حاجات معينه ولا بتشوف الناس عايزين يسمعوا ايه؟ يعني بترتبها ازاي؟ هو في الاول انا كنت بحاول على قد ما اقدر اجيب الحاجات الفرايح. اوكي. الناس تتبسط عموما واكسر الموضوع اللي هو كله حزين والكلام ده. وبعد كده لقيت الناس عاوزه بدات تقول الحراس والعماره عندنا عاوزين نسمع كذا وكذا وكذا. لست بقى بالاغاني. فبدات بقى اظبط الموضوع ده, هو كان الاغلب قديم ووطني, حاجات قديم وحاجات يعني للمصري وكده. فبدات اعمل ده وفي نفس الوقت برضه بعمل حاجات غربي شويه زي الاسباسيتو ودانس مونك الحاجات دي. أوكي. فبس بنوع برضه علشان الموضوع ما يبقاش نفس الحاجه هي ملل. هي كل يوم. وبرضه عندي اللي هو قريبي بيعزف ساكسفون جبته تاني يوم معايا. اعزفوا سوا. بالظبط, طلع معايا كضيف شرف بتاع, عملنا كانها حفله فعلا. اوكي حلو. احساس حلو برضه, انت تحس انت في بيتك كده برضه ملك. بالظبط. يعني والناس بتتابعك. يعني احنا ما ننزلش الشغل يومين يا فاروق تجيب ماما وبابا يعني يعني الله يرحمهم. نقعد ايه نذيع بقى كده في البيت. والله يا جماعه في بعض القنوات دلوقتي بيطلعوا يعني كونفرنس, بيطلعوا من البيت. ازاي يعني؟ ده في كذا حد يعني وقنوات معروفه اسماء. اوكي. بالظبط. مش في مصر يعني, بره مصر عشان عندهم الحاله بره صعبه شويتين ثلاثه يعني. طيب محمد يعني في حاجه ثانيه ممكن نسمعها منك ولا ممكن قديم ده؟ يلا بينا. يلا. انت درست موسيقى ولا كانت دراستك حاجه ودي كانت هوايه وبدات تنميها؟ يعني احكي لنا شويه. تمام. انا في ثالثه ثانوي اخويا هو ليه في التمثيل شويه وبعد كده حببني حوار الكمانجا يعني, ودخلت في سنه اولى جامعه بدات اشتري الكمانجا. انا كليه تجاره جامعه حلوان. اوكي. دخلت وتعلمت في الاداره وبعد كده اتعلمت شويه على اليوتيوب سنتين يعتبر, وبعد كده كملت مع دكتوره روسيه اسمها الدكتوره ايجانا, هي كونسيرفاتور بشكل برايفت يعني, ودخلت اوركسترا وزاره الشباب, دخلت في مسابقه اسمها ابداع 4 كان استاذ حلمي بكر هو لجنه التحكيم, استاذ منير الرسيمي ودكتور اسامه علي, وكنت واخد ساعتها مركز يعني مركز اول على الكمانجا والثاني على الجمهوريه. وبعد كده بدات اخش في حوار التاليف
وتعلمت موسيقى الجاز ودخلت في كانت مسابقة برعاية أستاذ يحيى فخراني كان تبع المسرح القومي وكنت عملت الموسيقى المسرحية وخدت فيها مركز أول برضو فحس إن ربنا بيقول لي أكمل في الموضوع ده بدأت أعمل برضو للناس اللي مش عارفة تتعلم شوية على الكمانجا على اليوتيوب قناة على اليوتيوب يعني تعليمية وكده دلوقتي فيها الثلاث سلاسل التعليمية وبس ده اللي بحاول على قد ما أقدر يكون أكون أكمل في الموضوع ده ويكون لي دور على قد ما أقدر يعني في الموضوع اللي بيحصل كورونا اللي احنا قاعدين في البيت كتير بحاول أكسر الملل ليهم وليا يعني هما برضو لما بيتبسطوا وأنا بتبسط أكيد بس. أكيد وده يعني ده هدف في حد ذاته فكرة إن أنت ترفه عن حد أو إن أنت تسليه دي مش حاجة قليلة بالعكس دي حاجة مهمة جدا في الوقت اللي احنا فيه ده ربنا معاك يا محمد ويوفقك كده إن شاء الله وتحقق كل اللي نفسك فيه شكرا جدا نورتنا يا محمد شكرا جدا ليك شكرا جدا نورا شكرا يا روح يا جماعه متع نفسكم وقت بالليل ده ما يتعوضش والله بجد اسمع مزيكا اللي عنده موهبه يطلع كده ينتشر كوبايه شاي بلبن وبقسماط اللي بيعمل طبخه حلوه يعملها وياكلها ويتبسط كده اهم حاجه نعدي الفتره دي ان شاء الله على خير باذن الله اهم حاجه خليكم اليومين دول في البيت حلقه جديده بكره من انبوكس استنونا جديدة من عيش صح العادي ان احنا دايما بنتكلم عن السمنة وازاي الناس الكبيرة او البلغة بتعاني منها في حياتها لكن اللي ما تكلمناش عنه السمنة عند الاطفال وخصوصا ان الفترة اللي احنا بنشوف فيها اطفالنا كتير عندهم سمنة وسنهم صغير بيكون ظاهر عليهم قوي والمفروض او العادي مش زيادة الوزن دي تكون عندهم علشان اكيد هي بتأثر بصورة كبيرة جدا على صحتهم وعلى حياتهم لما يوصلوا لمرحلة المراهقة بتاعتهم بالنسبة كبيرة جدا طبعا وبنشوف لما بيوصلوا لمراحل أكبر بكتير في منها أكيد بسبب العادات الغذائية الغلط وظهر في عالم التجميل أكيد مفاهيم كتير قوي حوالين الأطفال هنناقشها بالتفصيل النهاردة مع ضيفي اللي منورني النهاردة واللي هيكلمنا عن السمنة وعلاقتها بالأطفال وأكيد هنتكلم عن الحلول ليها النهاردة دكتور كريم صبري أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر دكتور كريم اهلا يا دكتور بحضرتك اهلا وسهلا نورنا يا دكتور دايما يمكن يا دكتور دايما بنفتح مشاكل السمنه ودايما بنتكلم ان اغلب الوقت السمنه مرتبطه بالسن الكبير او بالناس الكبيره او بالستات الكبار عامه او الرجاله كمان ولكن السمنه عند الاطفال بقت ظاهره دلوقتي تقريبا بقينا بنشوف يمكن في اغلب البيوت دلوقتي في طفل عنده سمنه مفرطه ده طبعا مش صح لان الطفل المفروض في الوقت ده يكون عايش حياته بصوره تاني خالص غير ما هو عايش حياته في الوقت ده وهو مريض سمنة امتى اقدر انا كأم اشخص ان ابني عنده سمنة مفرطة او ابني بدأ يدخل في مرحلة السمنة المفرطة او بدأت عنده بداية المشكلة ولازم دلوقتي اخد وقفة وابدأ اروح بيه للدكتور اسمح لي في البداية ان انا احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين الحقيقة طبعا انه السمنة المفرطة في الاطفال يعني مشكلة كبيرة جدا والحقيقة منتشرة يعني مش في مصر بس لا في الدول كلها يعني في كل العالم السمنة المفرطة في الاطفال يعني تغير الحياة نفسه او النمط بتاع الحياة
واحيانا بيكون بنسبه كبيره جدا سبب السمنه المفرطه في الاطفال بيكون سبب وراثي، يعني الطفل نفسه ما بياكلش اللي هو يعني الكميه الكافيه، ولكن جسمه بيزيد، هو يعني عنده ابوه ابي او ام او يعني عنده حاجه جينيه، عنده حاجه وراثيه بتخلي الجسم يزيد في الوزن مع اقل كميه طاقه بياخدها. المشكلة الأطفال الحقيقة إنه يعني هو ربما ما يكونش مركز في إن هو ممكن يجيله سكر أو عنده مشكلة زي ضغط أو مثلا كبد دهني أو ما عندوش، هو ما عندوش الدراية بده لأنه لسه سنه 10 سنين 15 سنة، مش مركز في الحاجة الصحية قد ما هو مركز في الحاجة الاجتماعية النفسية اللي هي بتوصله فعلا لاكتئاب في بعض الوقت، الانعزال عن المجتمع في بعض الوقت. الـ الأسرة والطفل بيبقوا في وضع نفسي سيء. تمام. يعني الاسره بتبقى متحمله مشكله الطفل فعلا زيه بالظبط، يعني لان هم طبعا بيبقوا شايفينه راجع من المدرسه مهزوم، مستواه في الدراسه ابتدى يتاخر شويه. شايفين النفسيه عامله ازاي؟ شايفينه حتى في البيت مش قادر ان هو ياخد نفسه بالليل، شايفين رجليه ابتدت تتقوس، يعني شايفين في حاجه يعني طبعا في حاجه مش مظبوط، وبالتالي بياخدوا الموضوع طبعا بصوره نفسيه يعني بتبقى هزيمه للاسره كلها. صحيح. الوزن بقى الزايد اللي هو مش 10 كيلو هنعمل عمليه لطفل يعني، ولا 20 كيلو هنعمل عمليه لطفل، احنا عايزين الوزن يكون كتله الجسم كسرت الكتله اللي هي فوق 35 او 40، يعني وزننا على طول مرتين يطلع فوق الرقم ده. بنبتدي نحسب الكتله وبناء عليه بنحتاج نعمل عمليه، ما بنختارش كل العمليات، يعني التحويل المسار بيبقى شديد على طفل في مقتبل العمر داخل على لسه نمو وعظم وهرمون هرمونات بتاعت البنات اللي هم مقبلين على الزواج او لسه السن صغير بينمو، فبنضطر ان احنا نبعد عن تحويل المسار لان هي بتقلل امتصاص السكريات والدهون وبالتالي بتحتاج لفيتامينز تعويضيه. لكن تكميم المعده هي من ضمن العمليات اللي هي بتأثر على كمية الأكل بس وليست امتصاصها. تمام. وبالتالي بتاكل أي كمية أكل هو بيستفيد منها دون التأثير على الامتصاص، يعني الامتصاص لا يتأثر في ما بعد تكميم المعدة. النمرة الثانية إن هي عملية سهلة بالمنظار بسيطة، يعني خلال نص ساعة بيكون عامل عملية ريهابيليتيشن أو إعادته للعمل أو إعادته لشغله أو إعادته لدراسته أو إعادته لمدرسته في خلال يوم ما بعد إجراء العملية. تو دايز انت بتاخدهم في عمليه ونقاها يعني وتنزل بعدها ممكن الدراسه في خلال يومين او يعني اليوم العمليه ويوم بعده وبعد كده ننزل الدراسه بتاعتنا دون التاثير على اي حاجه خالص. فالعمليه كمان احنا عايزين في نقطه مهمه جدا في الاطفال ان هو الدايت برضو مبقاش فعال قوي، لكن احنا بنبتدي معاهم بدايت الاول بنشوف وضعه مستجيب ولا مش مستجيب، اذا ما كانش في استجابه ما بنجربش بقى بالون معده لان المعده اصلا صغيره، الطفل ما ينفعش نركب فيه بالونه، هو اصلا معدته مش كبيره، المساحه ما تسمحش بالون المعده يعني. وبالتالي التكميم هي احسن الحلول للسمنه المفرطه في الاطفال، هي اكثر امانا واحسن وافضل الحلول لانقاص الوزن بصوره فعاله في سن الطفوله. يمكن يا دكتور في ناس، بعض الناس طبعا مش كل الناس، بتتهم ولادها اللي هم عندهم سمنة مفرطة أو زيادة كبيرة في الوزن إن هم بياكلوا كتير، أو إحنا دايما بنلقي اللوم على الطفل إن أنت بتاكل كتير، أنت اللي عامل في نفسك كده، أنت اللي بطل أكل شوية، وأحيانا بنشيل أكل من قدام الأطفال. ولكن زي ما حضرتك قلت إن أكيد مش الأكل بس هو السبب في السمنة المفرطة عند الأطفال، زي ما حضرتك قلت دلوقتي يمكن في جانب وراثي شويه، واكيد في برضه عوامل ثانيه هي يعني الاساس في المشكله دي عند الاطفال. نقدر نقولهم دلوقتي ولا يعني مش محدودين عشان نتكلم فيهم؟ لا طبعا هو مشهورين جدا يعني دايما الاسره السمينه او الاسره اللي فيها وزن كبير بالنسبه للاب او الام، طبعا لازم في طفل او طفله لازم هيكون عنده وزن زياده، يعني ربما يكون كده. ربما يكون بقى الاسره ما فيش سبب وراثي ولكن في فعلا ابيوز لطبيعه الاكل، ما فيش اكل هيلثي خالص. هو في المدرسه دلوقتي بيعلموهم الاكل الهيلثي ايه والاكل الان هيلثي ايه، وفي ثقافه اكتر من الاول شويه، يعني الاطفال نفسهم عارفين دلوقتي ايه الاكل الكويس وايه الكلام يعني. طبعا سوء استخدام الاكل هاي كالوريز كلها والجانك فودز والحاجات الفاست فودز كله، يعني اكل يعني صعب جدا، تخزين دهون على طول، شحوم في البطن، شحوم في الكبد، يعني هي طبعا اكل كله صعب الامتصاص، يعني الجسم مش عارف يتعامل معاه، بيتخزن طبعا الكبد بيبقى في حيره يعني. فبالتالي كل الاكل اللي هو الغير صحي اللي هو خارج البيت كله اكل سيء يعني فعلا، يعني
لكن طبعا في اضيق ظروف ممكن الاسر تستخدم الحاجات دي يعني خارجين بتاع يعني ده، لكن ما يكونش قاعده ان استخدام الاكل كل ما هو خارج البيت اكل غير صحي. مش للاطفال بقى هنا مش بس للأطفال يا دكتور، للاسر يعني كلها نتكلم عن الاسره هنا للأسر كلها. الا اذا كان في داعي بقى يعني يعني داعي اجتماعي خروج مع حاجه يعني نادي بتاع، فطبعا لا يعني باذن لازم نقلل طبعا. دي جزء كبير جدا من الاطفال. نمره اتنين الحياة المميكنة بالنسبة للأطفال، طبعا بينزل من البيت وباص رايح المدرسة، محتاج برضو ان انت تحط له في الاسكيديول بتاعه نشاط رياضي، يعني لازم يكون في نادي في رياضة للطفل. بما اننا يا دكتور بنتكلم عن التكميم، خلينا نطلع مع بعض نشوف تقرير لحالة تم علاجها بتكميم المعدة ونجحت في مراكز دكتور كريم صبري، ونرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور كريم. استنونا. اسمي سعيد حمادة سعيد العربي، عندي 13 سنة، وعامل عملية تكميم معدة مع الدكتور كريم صبري. كنت قبل العملية 105، دلوقتي بقيت 75 كيلو، والحمد لله اللي احنا فيه. وبشكر الدكتور كريم صبري جدا على مجهود كبير أوي اللي عمله معانا. وأنا كنت قبل العملية كنت زدت في الفترة اللي فاتت قبل العملية، فروحت عملت تحليل سكر فطلع عندي بودر سكر، فانا قلت ما الحق نفسي قبل ما السكر يجي عليا وكده. جيت لدكتور كريم، ودكتور كريم قال لي لازم تعمل عمليه. وقبل العمليه كان صحابي بيتريقوا عليا يعني على تخن شديد وكده، دلوقتي ما بقوش يتريقوا عليا، واللبس تماما اختلف، اللبس عن قبل العمليه غير بعد العمليه، ومبقاش حد يتريق عليا. وانا بوجه الشكر جزيل للدكتور كريم صبري، وبرضو اوجه لكل الحالات اللي زي انهم يتشجعوا انهم يعملوا عمليه وما فيهاش اي خطوره خالص، يعني العكس خالص ما فيهاش اي خطوره. واشكر مركز دكتور كريم صبري لجرعه السن. أكبر وأعظم، مركز دكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور، طبعا احنا شايفين مع بعض طفل وسنه صغير وكان بيتكلم عن حياته كانت عاملة ازاي، ودلوقتي الفرحة وهو بيتكلم بقت عاملة ازاي، وحياته اللي اتغيرت كلها. اكيد هو يعني بدأ يحس بالفرق ده، هو طفل واه ممكن يكون سنه صغير ويمكن بيكونوا مش حاسين احاسيس كتير احنا كأهالي بنكون حاسينها، ولكن هو فاهم كويس قوي ان هو حياته اتغيرت تماما. يعني لا بلا، ده الاطفال بيبقوا هم عايزين ينزلوا وزنهم بأي حاجة، يعني الطفل اللي هو مضغوط عليه من المجتمع ده وزمايله مش عارف يعني يعيش حياته في وسط زمايله، هو اصلا اكتر من الاسرة عايز ينزل وزنه صورة فعالة جدا. وأطفال كتير جدا والله يعني هم أصدقائي كده صغيرين، بيبقى فيه بوند يعني إيه، حاسين إن أنا عملت لهم حاجة يعني جامدة فبتعلقوا بيها جامد. جميلة يا دكتور، كبيرة يعني. بيبقوا يعني مبسوطين جدا. فبالتالي بعد أنا بشوف حياتهم عن قرب، بقعد بيبقى بيننا صداقة على الفيسبوك لشخص يعني، ودايما في المتابعات بيبقى يعني في أنا يعني هو مرتبط بيا نفسيا، ان انا كنت سبب في انقاص وزنه، في ان هو حياته بقى بصور بقى يعني حاجه سوشيال ميديا بيكون مكسر الدنيا في الصور والحاجات، ويمارس رياضه ويقعد يتصور فيها وتلاقي حياته اتغيرت جدا. الحقيقه سعيد فتره صغيره يعني بقى له 3 4 شهور اظن لسه يعني حتى بينزل في الوزن اكتر من كده كمان، الوزن قل، النفسيه اتحسنت، حياته اندرجت في الله.
انا عايز نقطه بس عايز اقولها قبل ما انساها. الاسره الطفل اللي يملك القرار. الاسره لازم تاخد هي تاخد القرار. بس مش معنى كده احنا بنعمل جرين لاين لكل الناس تعمل عمليات، يعني لان عمليات السمنه في الاطفال مختلفه شويه عن الكبار. في السن محتاجه حرص شويه، لان الطفل اللي انت الاب بيبقى في حيره، يعني هو بيعمل حاجه كويسه ولا وحشه للطفل، ولا الام بتبقى تعمل حاجه كويسه. عايز اقول ان نتقاصى برضو يبقى الطفل عنده شويه سمنه ظاهرين، يعني مش 10 15 كيلو فهم مستسهل الامور وعمل عمليه. لا، وهاف ان انت برضو تدور على مكان امن مامون بحيث ان انت تعمل بقى ايه العمليه، ما تقدرش الطفل بعد العمليه. هنا يعني اهم النقط اللي احنا ممكن نتكلم فيها، لان الاطفال يعني هم مفيش اغلى يعني منهم في حياتنا، فلازم يوم ما اقرر اعمل عمليه يختار المكان المظبوط يا ما اعملش احسن. صح، انا بقول كده لكل الناس، لان طبعا احنا كريم صبري بيتكلم على السمنه في الاطفال، فكل الناس تعمل سمنه. لا طبعا خالص، احنا طبعا لازم يبقى يعني مقننه. احنا طبعا بيعملوا اوزان اقل مننا بره، احنا هنا الطفل عشان عالم عربي او عندنا في مصر عايزين الطفل يبقى فعلا ظاهر عليه السمنه قوي، ابتدى عنده مشاكل مش عارف ينام، اللي هو يعني جبنا اخر مشكله، جبنا اخر حاجه، وبعدين نبتدي نعمل، ونعمل في اماكن معروفه. سمنه الاطفال ليست للتجربه. صحيح، سمنه الاطفال عايز طفل يعيش حياته مظبوطه، لان فعلا هتتاثر نفسيا جامد جدا لو الطفل ده حصل له مشكله وجراحيه او تريتي يشتكي. فاذا اعمل في مكان امن باحترافيه شويه، بحيث ان قدمت حاجه كويسه للطفل بتاعك يبقى انت يعني حسنت. ومش قبل 10 سنين ابتدي يعني نفكر فيه، عشان بس نقلل عدد الحالات. احنا عايزين نبقى حاجه مفيده، يعني بحيث ان احنا نفيد الطفل بيها ما نضروش، لان احنا لو فتحنا الموضوع على الواسع هيحصل كل الناس هيحصل يعني مشاكل. طب احنا يا دكتور دلوقتي بنتكلم عن الاهالي اللي هي القرار في ايديها ان الطفل ده محتاج عمليه، فالاهل هي اللي في ايدها ان احنا هنقول يلا هنعمل عمليه او مش هنعمل عمليه. وانس ان احنا اخذنا قرار بالعمليه، هل كل الحالات اللي بتيجي لدكتور كريم مقرره ان هي هتعمل لاولادها عمليه بنقبل الحالات كلها، ولا في حالات نقول ما ينفعش هنا عمليه ونبدا نفكر لها في حل تاني بالرغم ان هو ممكن برضو يكون اوفر ويت او يكون الوزن ده فعلا محتاج العمليه؟ طبعا الموضوع مقنن اصلا من وزاره الصحه العالميه من سنه 91، وفي يعني عرف احنا ماشيين بيه، مش اي طفل هيعمل عمليه طبعا. احنا كمان بنزود عليه الوزن، بنستنى الوزن كمان يزيد، وبنبتدي معاه ترايل دايت، ويبقى تحت اشراف طبيب، يعني مش دايت روح اعمل كذا، لا ده بيبقى تحت اشراف طبيب متخصص، وبنستنفذ معاه كل الطرق التحفظيه، وبعد كده بنقرر نعمل عمليه لما يبقى ريزيستنت، هيدخل في حاله مرضيه او هو اصلا في صوره مرضيه، عنده مشاكل صحيه او عنده خلاص قاعد من مدرسته او دراسته. لان طبعا ربما يكون السن مش 10 سنين بس اللي عنده، يعني السن ما بين 10 و20 سنه دول بيبقوا فعلا في اصعب الظروف الدراسيه، بيبقى داخل الجامعه البنت بتبقى مأجله سنه مش عايزه تدخل الجامعه، مش عارفه تمشي يعني تروح تلبس تتحرك مع زمايلها، بتأجل سنوات دراسيه بسبب ان الوزن هزمها نفسيا، وبالتالي بتنتظر. فدول سن خطر، مش عايزين ننتظر اكتر من كده. القرار مظبوط، اعمل عمليه، نزل وزن في مكان امن، بس عشان تبقى الامور واضحه. يعني قلنا تقريبا دي اهم نقطه يعني نفكر فيها بعد الفقره دي، لاي حد قرر ان هو خلاص هيحل مشكله ابنه او بنته وهيعمل عمليه، المكان الامن دي اهم حاجه ندور عليها لما نقرر ان احنا هنعمل عمليه. زي ما حضرتك يا دكتور قلت لي ان الاطفال بتكون متحمسه جدا للعمليه او لحل مشكلتها يمكن اكتر من الاهل، وحضرتك طبعا ادرى حد بالموضوع ده لانك بتتعامل دايركت مع الاطفال. اكيد هم بيبقوا يعني متشوقين جدا ان هم طبعا يشوفوا نتيجه العمليه دي، او انا امتى بقى هخس واطلع قدام صحابي، وامتى هخس واتصور زي ما حضرتك بتقول. نقدر نقول لهم النتيجه تقريبا بتبان بعد قد ايه من العمليه؟ هو زي التقرير اللي احنا شفناه ده في 3 4 شهور اهو، يعني نزل له حوالي 30 40 كيلو. يعني حلو، يعني في 3 شهور 30 3 4 كيلو. يعني على حسب الوزن، ربما يكون وزن ازيد من كده فينزل اكتر، ينزل او وزن اقل من كده ينزل اقل. هي الفكره انه كلما كان الوزن الكبير وزن كبير قبل العمليه بينزل بنسبه كبيره شهريا، بس 10% دايما بيبقى من الوزن زايد في اول شهر، 60% في خلال الست شهور الاولى، بعد كده في الست شهور الباقيه بينزل بقيه الوزن. يعني انا مش داخل 130 كيلو فاخرج بعد شهر مثلا هبقى 60 كيلو، لا، هي نزول تدريجي صحي، يعني لانه نزول الوزن السريع هو العمليات دي معموله كده، نزول الوزن التدريجي الصحي. نزول الوزن اللي هو السريع ده ممكن يأثر على الكبد، يعمل فشل في الكبد، ممكن يسقط الكلى من مكانها، ممكن طبعا يعمل مشاكل صحية احنا مش فاهملها. يعني طبعا فهي العمليات دي مبرمجة او معمولة بنزول وزن تدريجي، يعني بالتدريج الصحي. يعني يمكن يا دكتور نقطة كمان من اهم النقط اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، وهي الخوف على الاطفال بعد العملية. انا خايف
انا نفسي اعمل لابني العمليه او لبنتي، بس انا خايف بعد العمليه يحصل له مضاعفات، يدخل في مرحله خطر، يحصل له اي سايد افكت هنا. فاحنا نقول لهم هنا ايه؟ لان في ناس كتير بتبقى نفسها جدا ان هي تروح على الخطوه دي وتبدا تحل مشكله ابنها او بنتها، بس بيرجعوا بسبب المخاوف. واحنا يعني عاطفيين شويه كعرب برضو، يعني بنفكر بقلبنا شويه، واولادنا غاليين علينا قوي يعني. صح طبعا، كل اب لازم يخاف على ابنه وبنته، وكل اسره لازم تحافظ على اطفالها. لان طبعا المشاكل الجراحيه موجوده، يعني هي يعني مش العمليات السمنه ليست في منأى عن اي جراحه، يعني لها مشاكلها ولها حاجاتها، لكن انت تتقصى الوضع الامن، حضر طفلك كويس، استشير بصوره يعني في مكان امن، اعمل عمليه في مكان محترم، بحيث ان انت طبعا تاخد احسن الظروف. اذا مشيت في طريقه عكسيه هتحصل مضاعفات، وهتضطر ان انت طبعا يبقى فيها يعني مشاكل بعد العمليه، لانه هي محتاجه احترافيه شويه في ادائها، محتاجه ان احنا نسلكت. ربما تعمل عمليه كويسه بس الطفل مش محتاج عمليه، او تعمل عمليه محتاجه طفل في مكان غير امن، هتاخد نتيجه غير مرضيه. وبالتالي اذا اتعملت في الظروف العاديه هتاخد نتيجه هائله جدا زي اللي احنا بنشوفها والاطفال المبسوطين دول. اذا كان طبعا في بصوره عكسيه هتلاقي الدنيا برده مش احسن حاجه. دكتور، وقتنا جاي مع حضرتك بسرعة جدا النهاردة، كانت فعلا فقرة مميزة جدا جدا، لأن إحنا تكلمنا عن حاجة من أغلى الحاجات اللي في حياتنا كلها وهم ولادنا. النهاردة شرفتنا ونورتنا يا دكتور. شكرا. كريم، إن شاء الله نكمل كلامنا كله مع حضرتك قريب جدا جدا، نورتنا النهاردة. أي حد عنده أي استفسار بخصوص موضوعنا النهاردة وهو السمنة عند الأطفال، أو أي موضوع تاني أو أي سؤال تاني عند حضراتكم، تقدروا تبعتوه لدكتور كريم صبري على الصفحات اللي هتظهر قدام حضراتكم على الفيسبوك وكمان انستجرام وكمان تويتر وكمان الجروب الخاص بعيلة دكتور كريم، جروب تكميم والتحويل على الفيسبوك، تقدروا تبعتوا وتطلبوا ان انتوا تدخلوا تنضموا لعيلة دكتور كريم. واكيد دكتور كريم مش هيبخل ابدا ان هو يرد على اسئلة حضراتكم كلها، هو والفريق الطبي بتاعه كله. وياريت الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة ما نستهونش بيه ابدا، لان صحة ولادنا هي اغلى حاجة تقريبا في حياتنا. احنا بنكون عايشين حياتنا كلها علشان ولادنا، فما نبخلش عليهم ان احنا نخليهم هم كمان يعيشوا حياتهم بصورة صح ويكملوا صح، لان هي دي البداية بتاعتهم مش النهاية أبدا. خلصت فقرتنا النهاردة مع دكتور كريم، كان منورنا دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. واستنونا فقرة جديدة من عيش صح. واهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. المنظار طبعا هو من اهم واحدث التقنيات المستخدمه في جميع المجالات الطبيه، لكن الحقيقه في مجال تاخر الانجاب والحمل يعني المنظار دلوقتي بقى خلينا كده نقول نمبر 1، او هو اللي في المقدمه. في المقدمه دي بالنسبه لايه؟ بالنسبه لعلاج الاورام اللي فيا. يمكن عدد كبير جدا من الناس دايما بتتساءل الاورام اللي فيا دي هل هي حميده او خبيثه، او كلمه ورم اول ما بيتم ذكره دايما الناس كلها بتقعد تقول يبقى على طول حاجه خبيثه وصعبه جدا في العلاج، او بتيجي تاني بترد تاني وبتعمل مشاكل كتير. طب خلينا النهارده نتكلم عن دور المنظار في حالات تاخر الانجاب مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في استوديو برنامج عيش صح، هو الاستاذ دكتور محمود سليمان، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبه MRC، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب جامعه القصر العيني. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. ازيك؟ الحمد لله، نورتنا النهارده في صح. دكتور، موضوع جديد وفقره جديده مع بعض ان شاء الله، عايزين نتكلم فيها عن الاورام اللي فيا. طيب قبل ما نتكلم عن دور المنظار اللي هو دلوقتي بقى العلاج نمبر 1، او يمكن هو العلاج اللي خلينا كده نقول الفوكس كله عليه، ان هو ده اشهر حاجه وان ده على طول اللي بيجيب من الاخر وبيحل كل المشاكل، عايزين الاول نتكلم على الاورام اللي فيا. ايه هي تعريف الاورام اللي فيا وايه هي علاقتها بتاخر الانجاب؟ طيب كويس جدا، احنا ابتدينا التعريف بالاورام اللي فيا، ان الاورام اللي فيا كلمه ورم زي ما انت قلتي كده في بدايه الحلقه دي حاجه تخض. يا جماعه انا عندي ورم ليك، يا نهار ابيض ورم. لا، هو الاورام تحتمل الاتجاهين الحميد والخبيث. 99% و9 من 10 بس مش عايز اقول 100% هي بتبقى اورام حميده. خلاص؟ يعني الغالب هي اورام حميده، نسبه لا تذكر عقبال ما بتتقلب لكانسر وفي سن متقدم جدا. خلاص؟ لكن هي الاورام دي اورام حميده 100، يعني مش عايز اقول 100% لكن 99.9 من 10 هي اورام حميد. تاثيرها ايه بقى على تاخر الانجاب؟ لا، تاثيرها مهم جدا. على حسب العدد، وعلى حسب الموقع بتاع الورم الليفي، وعلى حسب حجمه.
ندي مثال. أوكي. لو ورم ليفي جوه تجويف الرحم نفسه طب ما كده مش هيحصل حمل. لو ورم ليفي بره جدار الرحم بس ضاغط على قناه فالوب يبقى على حسب مكانه ضاغط على قناه فالوب فمانع عامل انسداد لقناه فالوب وحجمه كبير وحجمه حتى لو صغير بس عامل انسداد أوكي. لقناه فالوب. ورم كبير جدا اكتر من 7 و8 سنتي طب ما ده لما يحصل حمل هيبقى جوه الرحم هيكبر اكتر هيعمل ضغوط ومشاكل في الحمل بعد كده. أوكي. يبقى على حسب عدد كمان لو طلع 5 6 7 موجودين في الرحم في اشكال مختلفه يبقى كل دي حاجات قد تؤثر بالسلب على الانجاب. اوكي. طب هل ممكن يبقى ورم ليفي وكني مش شايفه خالص خالص وخلي الست تحمل عادي؟ لو عكس الكلام ده يعني ورم وصغير وملوش تاثير على قناه فالوب ولا تجويف الرحم وبره جدار الرحم مثلا ده ولا بعمل له حاجه ولا كني شايفه اساسا. الله. طب وهي هتعرف منين انه في اوريدي ورم ليفي وهي ما عندهاش اعراض؟ سؤالك مهم مؤثر. جدا عشان كده المتابعه سونار. اي سيده عندها مثلا مشاكل او تاخر انجاب بتعملها سونار نبص على الالترا ساوند تشخيص الورم الليفي سهل جدا جدا مش صعب ده هو السونار بيبينه كويس جدا وممكن بقى نعمل سونار اللي انا دايما بتكلم فيه هو السونار رباعي الابعاد المهبلي مش اللي على البطن بتاع البيبي اللي الناس كلها عارفينه بتاع البيبي رباعي الابعاد الفور دي لا في حاجه زيه بالظبط بس فاجينا المهبلي أوكي. ده بيرسم لي الرحم بقى بيقول لي الورم الليفي ده موقعه فين من تجويف الرحم فده طبعا تكنولوجي قويه جدا ان انا اقدر اعرف كمان مكان الورم الليفي قبل ما اعمل اي حاجه او اخد قرار جراحي او قرار تحفظي يعني مش هعمل لها جراحه تحفظي دي يعني هتاخد ادويه وتتعالج ومفيش ادويه وعلاج تحفظي يعني مش هضرب مشرط مش هعمل منظار مش هعمل حاجه هسيبه زي ما هي كده ولا تعالي نحمل بقى بصوره ايه طبيعيه او عن طريق اي وسائل مساعده طب تاني دلوقتي سيده جات لحضرتك بتعاني من تاخر انجاب حلو تمام وعندها ورم ليفي حلو. لكن الورم الليفي ده مش مؤثر يعني بره تجويف الرحم أوكي. بره خالص بره على جدار الرحم الخارجي تمام. وصغير ومالوش علاقه بقناه فالوب ده معنى كلمه ان هو مش مؤثر بس هو اللي عامل تاخر لا يبقى تاخر الانجاب ليه سبب اخرى هي اللي عملت تاخر الانجاب بالظبط طيب. كده يبقى كده دلوقتي حضرتك زي كده ما انت وضحت بس قلت كلمه المنظار المهبلي هو السونار المهبلي السونار المهبلي طيب احنا علشان اصلا نشخص الاورام اللي فيا بنستخدم المنظار صحيح لا منظار السونار فرق بين المنظار والسونار السونار دي الاشعه التلفزيونيه تمام بنعمل اشعه تلفزيونيه عن طريق المهبل لو بنسميه سونار مهبلي أوكي. هو ده اللي بيوضح لي صوره الورم الليفي اما المنظار فده بيبقى علاجي بتدخل بالمنظار لو انا شايف ان الورم الليفي ده لازم يتشال هخش بالمنظار بكل سهوله جدا وبنعرف نشيل الورم الليفي دوت من غير جراحات الكلاسيكيه بتاعت زمان اوكي ايوه فهمت الفكره تمام طب قبل ما ندخل على حته العلاج اللي هي بالمنظار دي عايزه شرح كده شويه الاول ندخل على اسباب الاورام اللي فيا ممكن دلوقتي حد يجي يقول طب انا ايه السبب ان اصلا جالي ورم علشان يعني اقي نفسي من الموضوع ده او ما يحصليش الموضوع ده طيب الاورام اللي فيا هي اورام وراثيه جيناتك يعني في فئات من الناس عندها اورام اللي فيا زي مثلا الناس بتوع افريقيا مثلا نيجيريا مثلا من اكتر البلاد المشهوره ان عندها اورام ليفيه اوكي في يبقى ده ليه شق وراثي ليه شق وراثي يعني ده عامل وراثي واكتر في الفئه اللي هم دايما البشره بتاعتهم داكنه خلاص اوكي في اسباب تانية نظريات ايه اللي هي يقول لك نظريه ايه ارتفاع هرمون الانوثه دايما درامين هرمون الانوثه دايما في كل حاجه لسه عايز اقول لك تكيسات وأورام ليفية كل حاجه بس صح ده كلام سليم ان الورم ده بيتغذى على هرمون الانوثه باي ذا واي يعني بيكبر بهرمون الانوثه يعني عشان كده كل ما هرمون الانوثه عالي كل ما هرمون الانوثه يعني استقباله بيزيد وعشان كده الست لما بتقطع دوره وتعدي سن ال 50 سنه والدوره خلاص ما بقتش تشتغل كتير جدا الاورام اللي فيا ما بتكبرش بالعكس بتنكمش ان خلاص بطلت تطلع تبويض وتطلع هرمون الانوثه فدي النظريه لكن نيجي نقول النسبه نسبه كبيره جدا احنا معديين ال 20 و 25% ممكن يكون من السيدات عندهم اورام اللي فيا وبيكتشفوها بالصدفه يعني مش شرط تصاحب بايه باعراض فهي اورام حميده ما فيهاش مشكله كبيره زي ما الناس متخيله مش كل ورم ليفي محتاج برضه عمليه جراحيه بالعكس على حسب موقعه وعدده وحجمه هاخد القرار يا اما نعمل يا اما ايه ما نعملش طب والاورام اللي فيها دي هتلاقي في سيده عندها في الثدي برضه اورام ليفيه
في صدرها. في بنت صغنونه كده عندها 20 سنه تقول لك يا دكتور انا شالوا لي حته لوفه صغيره من ثدي. على فكره دي عندها وارد ان يكون عندها برضو ايه ورم صغير ليه في الرحم، فتعمل سونار تشيك اب عشان تعرف ايه وضع الرحم بتاعها ايه. أوكي. يبقى اكتشافه دلوقتي كمان ممكن نكتشفه بسهوله جدا. يبقى المتابعه هي ابسط حلول طريق. وهي على طول اللي بتخلينا نكتشف اقصر طريق وابسط طريق واحسن طريق. اكتشفنا ان عندنا ورم ليفي، العلاج المنظار فقط لا غير. حضرتك قلت لي التحفظ، يعني في علاج دوائي امتى؟ مفيش دوائي تحفظي، يعني انا يعني مش هعمل حاجه، يعني هتعامل مع المشكله اللي هي جايه تشتكي لي منها. اوكي. بس مش هجيب الورم الليفي، يعني هو عندها تاخر انجاب وشايف الورم الليفي بعيد عن كل حاجه. مش الورم الليفي سبب تاخر الانجاب. طب بتقنعها ازاي يا دكتور؟ اصل هي لما تسمع كلمه ورم ليفي دي هتقعد تقول لك طب لا انا مش عايزاه. لما اجي انا بتكلم انا مع المريض بتاعي واقول له في ورم ليفي، بقول له انت بديك المعلومه ان حجمه مثلا سنتي في سنتي ونص، طز فيه اصل سنتي قد كده، بس تابعه ما تعديش اكتر كل سنه، تابعه ليس له تاثير. ما ده دور الطبيب ان هو يقنع العين ويشرح له وضعه علشان يقدر يتابع. انا دايما بقول له الكلمه دي عشان يتابع، بس يتابع ده علشان ما يكبرش او ينتشر، عشان ما نلقطوش لما يكبر. سهله كده ولا صعبه؟ لكن في فكره ان المريض نفسه هو اللي هيوجهني انا اعمل ايه وما اعملش ايه، وده بسبب الانترنت واللي قاعده نتكلم فيه والجروبس بتاعه اللي بيتكلموا، اللي عندها ورم لازم تشيله وتشيله احسن بالمنزل. يا جماعه كل حاله تختلف عن الحاله اللي معاها. طيب ورم ليفي لازم يتعالج، لان لازم مكانه علاجه الوحيد هو الجراحه. لو انا هشيل ورم ليفي يا اما بالمنظار يا اما بفتح كلاسيكي تقليديه خالص. اوكي. بس يعني الاسهل اللي هي بالمنظار، يعني طبعا حضرتك ديبانس على ايه؟ ان انت ديبانس على الحجم وديبانس برضو على الموقع. يعني لو جوه تجويف الرحم لا طبعا مش هفتح بطنها، اخش بالمنظار الرحمي واشيله من جوه من غير ما افتح بطنها خالص. طب لو الورم صغير وكتير وبره تجويف الرحم اعمل منظار بطن واشيله بالمنظار. لكن لو ورم مثلا في اورام ليفيه، مثلا في سيده انا اشتغلت لها ورم ليفي كان واصل لغايه هنا، بيبي 9 شهور، ده صعب انا اخش بالمنظار، فدي هتبقى جراحه كلاسيكيه. وعلى فكره باي زوايا حامل، وباي زوايا هي حامل، وباي زوايا هي حامل، يعني هي حامل بعد استئصال هذا الورم الكبير اللي كان واصل لغايه هنا. حامل طبيعي ولا حامل طبيعي؟ طبيعي طبيعي طبيعي، يعني لا يتعارض. انا عملت لها عمليه، عملت لها عمليه من كام شهر، ورم ليفي قد كده، وكانت العينه يعني كانت يعني كانوا قايلين لها ان انت هتشيل الرحم اساسا من كتر ما الورم كان كبير. أوكي. وشلناه وكل حاجه، قلت لها 3 شهور ونعمل اشعه بالصبغه ونطمن على الانابيب بعد العمليه الجراحيه هي سالكه. عملت اشعه بالصبغه، 3 قناة فالوب كويسه، استنينا 3 شهور بعلاقه منتظمه، حملت لوحدها من غير ما تاخد دواء واحد. اوكي. اذا الاورام اللي فيا ما بتتعارضش مع الحمل الطبيعي، يعني مش شرط اي سيده عندها او جالها ورم ليفي بالزبط. لازم تعمل حقن مجهري. كلامك سليم 100%. اوكي. طيب مين هم السيدات اللي لو عندهم ورم ليفي لازم يعملوا حقن مجهري ومفيش امل في الحمل الطبيعي؟ حلو جدا. اشهر حاجه اللي سالتها في اول الحلقه ان لو ورم الليفي ضاغط على قناه فالوب، ولما شلت الورم الليفي قناه فالوب برضو لسه ايه متاثره. متاثره بالظبط كده. يبقى كده القناه خلاص سدت، هضطر اعمل حقن مجهري. لو في اسباب تانية يعني الزوج يعني في مشكله في الحيوانات المنويه بتاعته، مش هضيع وقت. ست مثلا عندها مشكله تانية لان الورم الليفي دوت كان عندها فتره كبيره من عمرها وهي متقدمه في السن دلوقتي وما اكتشفتش طول الفتره اللي فاتت، فانا برضو مش ما عنديش الرفاهيه ان انا انتظر سنه، يعني بقت 40 سنه او 41 سنه واضطريت ان اعمل. لكن الحاجه الوحيده اللي لها علاقه بالورم الليفي هو ان هو سادت بس قناه فالوب واثرت على قناه فالوب. اوكي. ملوش سن يجي لل ملوش سن يجي للصغنن والكبير والمتوسط العمر، هو بيكتشف صدفه او لو ليه اعراض. اعراض زي ايه؟ عشان دي نقطه برضه سالتيها واحنا عديناها. زي ما قلنا واحده اتجوزت وعندها تاخر انجاب وبالصدفه عملنا السونار لنا اورام ليفيه. واحده تانية هتشتكي من نزيف، تقول لك يا دكتور الدوره بتنزل عندي بنزيف. بنزيف، ان ده ورم ليفي مليان دم بيعمل احتقان في الحوض، فالست ينزل لها الدوره بنزيف. نزيف يعني ايامها بتزيد او كمياتها بتزيد. اوكي. او بين الدوره والدوره ينزل لها دم. يعني بين الدوره بدايتها وبدايه الدوره بعديها في النص بينزل دم. واحده ثالثه هتشكي لك من الم زي العينه اللي قلت لك عليها، حاسه هي دوره ما بتنزلهاش بنزيف بس حاسه بطنها منفوخه ومش عارفه تاخد نفسها، لكنها واحده حامل في الشهر التاسع وعندها الم في الحوض مزمن، عملت السونار ورم كبير جدا. لا واحنا كمان
يعني كسيدات دايما عندنا حتة التحمل دي، يعني لما بنحس اي حاجة بنتحمل. لو زي ما حضرتك قلت ده في كده معلومة يعني قلتها في النص، اللي هي بتاعت اللي هي البريد ممكن تيجي في الوسط، ده يقولك ده عندك اضطراب في الهرمونات بس انت تلاقيك عشان متوترة. لا طبعا ده اشهر حاجة ان يبقى في حاجة عضوية لازم تعمل سونار. خلي بالك اي لخبطة في الدورة عند اي سيدة لازم نفكر في حاجتين، يا اما حاجة عضوية يا اما لخبطة هرمونات. كلنا مركزين في لخبطة الهرمونات وسايبين الحاجة العضوية. وعندك توتر. توتر او متوترة. التوتر دي نمبر وان. اي حد متضايق عندك توتر. طيب عملنا المنظار وكله كل حاجه تمام وشلنا الورم الليفي زي ما حضرتك قلت ومش مؤثر وبتاع وحصل حمل طبيعي او السيده دي احتاجت حقن مجهري، هل ممكن الورم الليفي ده يرجع مره تانية؟ بقول كلمه دايما للمريض، اللي جابه اولاني يجيبه تاني. يعني هو وارد ان يحصل من بقره تانية ورم ليفي في حته تانية صغيره، يبقى يستلزم ايه؟ المتابعه. بس كده ما ننتظرش يعدي علينا كل 10 سنين نعمل متابعه مره. انا دايما بقول متابعه روتينيه يا جماعه، مره في السنه اعملي سونار على الحوض اطمني ان الدنيا عندك كويسه. مره في السنه. اوكي. طيب ومد يعني فتره الحمل، يعني هي ممكن مثلا بعد ما تعمل منظار تحمل بعد وقت قد ايه؟ حلو، ده سؤال جميل جدا. انا دايما بندي فتره 3 شهور بعد استئصال الورم الليفي يكون حصل التئام لجدار الرحم. ليه بيحصل التئام لجدار الرحم؟ علشان لو حصل حمل جرح ما يفتحش بتاع الرحم، انت عارفه ان الرحم بيكبر مع الحمل، ان البيبي بيكبر. طبعا. فالستريتش ده ممكن يفتح الجرح نفسه، فننصح دايما المرضى بعد استئصال اي ورم ليفي ان هي تنتظر 3 شهور على الاقل يكون حصل التئام لعضله الرحم. دكتور محمود انا بشكرك جدا على وجودك معايا في عيش صح، للاسف وقت فقرتنا خلصت بسرعه جدا، لكن ان شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفه مع بعض. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ الدكتور محمود سليمان، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبه MRC، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح. حضراتكم في فكرة جديدة من عيش صح. كلنا عندنا شوية كلام كده بنقوله تقريبا هو الكلام بنسمعه من الناس كلها أو من بعض الناس، الكلام متكرر هو أنا محافظة على أكلي حلو جدا بس مش بخس، أنا بلعب رياضة وبنزل الجيم وما بحسش بأي فرق أو أي حاجة بتتغير في جسمي، أنا ما بأكلش حاجات كتير أو أكلي قليل جدا وبتخن، أنا بتحرك كتير جدا وبجري في البيت ورا أولادي كتير جدا وبنزل معاهم التمرين وبروح معاهم وبطلع السلم وبنزل السلم وبرضه مش بخس. ليه مش بخس؟ احنا مش عارفين. النهارده هنعرف ليه احنا مش بنخس ونعرف العادات الغلط اللي احنا اكيد بنعملها. ما هو احنا اكيد بنعمل حاجه غلط، يعني الموضوع كده مش طبيعي او مش لوجيك ان احنا ما بنخسش واحنا ما بنعملش اي حاجه غلط. هنعرف النهارده كل المفاهيم الخاطئه اللي احنا عارفينها واكيد هنصححها، وعلشان نعرف كل ده كان لازم ينورنا النهارده حد مميز جدا وحد شاطر جدا 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 في مجاله وليه خبرة عالية جدا. منورانا النهاردة خبيرة التغذية دعاء سهيل، ماجستير ودكتوراه في التغذية العلاجية وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين. دكتور دعاء منورانا يا دكتور دايما، وحضرتك حد مميز جدا جدا، وبعد الحلقه كده بتدينا بهجه كده وروح حلوه وتفاؤل عالي قوي قوي قوي. يا دكتور جميل قوي ده يا إيريني. دكتور حضرتك ليكي فضل على ناس كتير قوي بعد ربنا ان رب هي خليك. حياتها اتغيرت تماما. الموضوع بسيط بس الموضوع بسيط علشان حضرتك اللي بتكلمينا في الموضوع. دكتور حضرتك بتعملي مبادرات كتير قوي 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 على السمنه. وكان من احلى واهم المبادرات بتاعتهم مصر بلا سمنه، ناس كتير قوي قوي نجحت في حياتها وحققت اللي هي عايزاه في انها تعيش حياتها بصوره طبيعيه بعد طبعًا. المبادرات يمكن الحلقه اللي فاتت لما استضفنا ادري ومحمود كانوا ثمره نجاح للمبادره طبعًا. يعني بعتبر مصر مبادره مصر بلا سمنه الى الان هي من يناير لابريل، انا راضي عن النتيجه اللي وصلنا. احنا يا دكتور كلنا راضيين جدا يعني. ربي يخليك يا حبيبتي. فعلشان كده انا بكون ليه حريصه ان انا اجيب معايا الحالات دي. دي بتكون سبورت قوي قوي لمن يعاني من زياده وزن، ولما يشوف النماذج دي على ارض الواقع يقول ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه مستحيله. قلتي حاجات كتير قوي في المقدمه كلها ليها مدلول علمي. يعني بعمل رياضه ومش بخس ليها مدلول علمي. ما باكلش وما بخسش برضه ليها مدلول علمي.
ان انا عملت ريجيمات كتير ومش بخس مدلول علمي اخدهم لك واحده واحده ولا اعمل ايه؟ لا احنا لازم ناخدهم واحده واحده يا دكتور، يعني لازم نتكلم بالتفصيل. اما اقول بعمل دايت كتير قوي ومش بخس، حضرتك عملتي مشكله كبيره قوي ان بتكرار عمليه الرجيم عملتي ضعف العملية الايض داخل الجسم. الجسم ما بقاش يحرق زي الاول، ده بيضعف الكتله العضليه مما ينتج عنها ضعف معدل الايض داخل الجسم. وعلشان بقول لي المعده ليها عقل اذكى من الانسان طبعا. اذا اعتدت ان انت ما تاكلش يبقى مش هتحرق، يبقى الجسم هيقول لنفسه استعد، اي حاجه داخله حتى لو خصايه تحول لدهون. صحيح. وعلشان كده بنقول اللي بيعمل رجيم كتير قوي ودايتات كتير وانظمه كتير وحميات غذائيه كتير ما بيخسش، هو ده المدلول العلمي. علشان كده يمكن انا الحمد لله يا رب اللي بخسسهم معايا وقادر اقلل الحلقه اللي فاتت ومحمود وغيرهم طبعا من الحالات. اذا اتحت لنا الفرصه ان شاء الله اجي لك. الشرف لينا يا دكتور. الشرف ليا اكيد حبيبتي. فما بيعملوش دايت. الموضوع ان انا عشان انجح مع المريض ده رقم واحد تشخيص الحاله. يعني من مجموعه من الاسئله انا بفهم هنا مشكلته ايه. شهيه عاريه، ضعف في معدل الايض، اوقات يعني ممكن يكون بياكل عادي بس بياكل امتى؟ الاوقات غلط طبعا، توقيت الاكل خطا. المفروض ان انا بحافظ على اكلي، ان انا مش محروم من نوع اكل، ولكن امتى؟ في الساعات النهاريه وليست الليليه. وقلتها مع حضرتك قبل كده ان في الساعات النهاريه عشان انا استفيد بهرمون اللي بتفرزه الغده الدرقيه اللي بيفرز سعراتي. فهي كل حاجه الموضوع بسيط قوي. علم التغذيه علم يعني هو كبير قوي ولكن سهل جدا. انا ليه بشوف اي حاله سواء عندها زياده وزن 100 كيلو 50 كيلو 60 كيلو انا مش شايفاها صعب ابدا. ولكن ان انا بشخص الحاله كورس مناسب، كورس مناسب للحاله الصحيه والفئه العمريه. وده شيء مهم جدا طبعا، ومتابعه جيده من قبل الفريق. بصي كده يا ريني، لو انا اديت الكورس وسبتك وغير ما تبعتكيش اقدر اقول لحضرتك المتابعه، ان انت يدور ببالك سؤال. هل لو انت المفروض بتتابعي مع دكتور في العياده تستني اسبوع؟ لا. انت معاكي الصفحه 24 ساعه، بعتي سؤالك وهيتم الاجابه عليه. نسيتي تاخدي الجرعه، المفروض تعليمات وجرعات. كل ده اي حاجه بتيجي في دماغي انا باخد الرد بتاعها في نفس الوقت دايركت على طول. مفيش لا انتظار ولا تضييع وقت، انا ضد ضياع الوقت. ولذلك انا اولى مؤسسي فكره تخسيس اونلاين. انا شايفه ان مفيش داعي انزل للدكتور واخد الورقه، كل ده وقت كتير قوي محتاجينه. طبعا. انا المفروض بسالك مجموعه من الاسئله، خلينا نتفق مين فينا عانى من زياده وزن وراح للدكتور التغذيه العلاجيه وكشف عليه بسماعه؟ مفيش. صح. هو بس بيعرف مجموعه من الديتيلز عنه، الهيستوري ده البيشنت بتاعي عباره عن ايه، بينام امتى، بيشتغل ايه. بيشتغل ايه ده مش فضول على فكره، عايز اعرف بيشتغل ايه طبيعه الشغل عشان طبيعه الحركه بتاعتي يعني. اللي بيقوم بيها مريضي على مدار اليوم. اما اساله بتاكل امتى وهل شهيتك عاليه ولا لا، المفروض انا ممكن يقول لي عادي. ما باخدش انا كلمه عادي دي ومسلم بيها دي. دكتوره دعاء ما بتعديش ولا كلمه يعني. اصل ممكن يقول لي عادي ويكون بياكل 3 4 رغيفه في اليوم. ما هو ده بالنسبه له عادي. ممكن يا دكتور. فالمفروض ان انا بساله لو هو بيحرص على الثلاث وجبات، بياكل متاخر بالليل فاست فود، السناكس بتاعه ايه، هل هو محب للسكريات، هل كل الاجابات دي بتجي لي. تمام. هل لا قدر الله يعاني مشاكل صحيه، ضغط، قلب، سكر؟ لان الكورس المناسب او الماده الفعاله اللي ترشح لمريض زياده الوزن، واسف فانا بقول عليه مريض لانه فعلا مريض. لازم اعرف يعني هل يعاني من امراض تانية، علشان ممكن قوي وارد يكون مريض سكر درجه تانية ولي جرعاته من علاجه ولي جرعاته من الكورس اللي انا بعته له. فعشان كده بقول من يتعامل مع الحالات حد دارس تغذيه، صحه الانسان مش لعبه ابدا. طبعا يا دكتور. طيب دكتور، المبادرات اللي حضرتك بتقدري تعمليها بنجاح عالي جدا الحمد لله، ازاي بتفيد اللي محتاج يخس؟ طبعا هقول لحضرتك حاجه. يمكن بعد نجاح مبادرتي في 2018 قسمنا بوابه لكل الامراض. لك ان تتخيلي ان السمنه بتسبب 44 مرض. تمام. نجاح المبادره امتى اقول المبادره دي ناجحه؟
لما يتواصل معايا وعلى صفحتي وعلى تليفوناتي مريض سكر درجه ثانيه وبعد فقدانه للوزن يشفى تماما ويعافى ويبقى مش محتاج انه يمشي على ادويه سكر. من السكر السكر ظبطت طبعا. جميل. من الامراض المسببه للسمنه والسمنه تسببها السكر. السكر صحيح. وعلشان كده يعني نجاح المبادرة الحمد لله، ناس كتير جدا كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم. برضو لما نفقد الوزن الزايد الخلايا الدهنية لما بتروح من الجسم ده وبيفقدها الجسم ده وبيعافى منها، برضو بيكون هو يعني ضخ الدم داخل الجسم بصورة طبيعية بقى صحي وطبيعي وبناء عليه لا يرتفع ضغط مريضي. لما يفقد الوزن الزايد ويبقى هو خفيف الحركة قوي الصحة والبنيان، كل ده بيخليه ان هو يتخلص من طبعًا. الأمراض ما بعد السمنة. عندي خبرة 7 سنوات في مجال التغذية وفعلا في يعني خلال ال7 سنوات دول من الضرر النفسي اللي بيقع على نفسية مريضي انا دايما بقول انتبهوا، النهاردة انتوا تعاني من زيادة وزن وحضرتك مريض سمنة، غدا ولا قدر الله ربنا يا رب ينعم علينا بالصحة ممكن يصاحبك مرض اخر. طبعا. فبقول علاج اي شيء في بدايته اسهل. ان انا افقد وزني، الخسارة في الوزن مكسب في الصحة. طبعا اكيد. وطبعا يا دكتور احنا عارفين كلنا ان السمنه هي مدخل بوابه لكل الامراض، هي 44 مرض تقريبا. طبعا طبعا. ولا يعني انا لو قدرت اقول لك ال 44 مرض واشرحهم ازاي لا شيء خطير جدا. وخطا ان احنا نكون كمن المجتمعات العربيه نتصدر في المقدمه. صحيح. في يعني كلنا اعلى حالات من السمنه عندنا. يعني معاناه من السمنه. صحيح. لازم ننتبه. طيب دكتور دلوقتي حضرتك قلتيلي كده في وسط الكلام خطفة كده عن مبادرة السمنة بوابة لكل الأمراض طبعًا. سنة 2018 طبعًا. المبادرة دي وتم تكريمي عنها في مهرجان المرأة العربية للإبداع. تواصلت مع ناس كتير جدا والحمد لله الحمد لله يعني كنت من الناس الحمد لله يا رب نجحت في المجال في 2018 وإن شاء الله يا رب أتمنى إن شاء الله يا دكتور دايما النجاح دايما بلسة. النجاح يا دكتور. وعلشان كده بقول التشخيص الجيد. طيب هنيجي نتكلم يعني يمكن كان في كمان معايا حالات بيفور اند افتر مراحل عمريه مختلفه وحالات صحيه مختلفه. تمام. لو يعني عندنا بقى. هند هند طباخه شاطره هي شاطرة. ست بيت بتحب الاكل كمان شكلها طبعا وكانت شهيه عاليه جدا. هند طبعا نفسها نفس اهلنا اللي في الكوره يعني مش يعني ربة منزل هل الظروف بتحب الاكل طبعا هل الظروف دي اقدر انا كدكتور خبير تغذيه علاجيه او لا انزلي الجيم. لازم يكون سلوكياتنا وتصرفاتنا مش غريبه على المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني هي في القريه اكيد مش تعرف تنزل جيم. طيب انا كمان هي بتطبخ ومن النوع دايما عندنا في القرى يعملوا مسبك كده وكالوريز عاليه طبعا حلو بس مضر للاسف مضر تمام. فانا شخصت حالتها انها وكمان كان عندها مشكله في الحرق وعايزه اقول للساده المشاهدين مش معنى ان انا صغير يبقى حرقي مظبوط ولا معنى ان انا كبير يبقى حرقي متضرر. الحاله الصحيه والفئه العمريه مهمين، ولكن ممكن يكون 20 سنه ومريض غده درقيه يبقى عنده مشكله في الحرق. 30 سنه سيده عامله استئصال للرحم لا قدر الله ويبقى تبقى متضرره للحرق. ممكن يكون يعني ما شاء الله 40 سنه وبتستجيب وبتنزل 10 او 20 كيلو في الشهر. جميل. دكتور احنا معانا تليفون مدام سامية. الو الو ايوه مدام سامية ازاي حضرتك؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم دكتور دعاء؟ اتفضلي هي سامعاكي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ في نعمه والله. الله يخليكي. انا والله بشكرك انا على الكرسي بتاع حضرتك ده. ربنا يكرمك يا رب. مدام سامية مدام سامية حضرتك اتعالجتي مع دكتوره دعاء؟ احكيلي كده. انا بقالي سنه بعمل رجيم بقالي سنين بعمل رجيم ما نزلتش. طيب حضرتك كان وزنك قد ايه؟ حضرتك مع دكتور وزنك دعاء؟
وزن حضرتك كان قد ايه قبل ما تروحي الدكتور دعاء، ودلوقتي بعد العلاج مع دكتوره دعاء بقى الوزن قد ايه؟ كنت 151 دلوقتي 143. حلو قوي، ده اول كورس. الله جميل. اول كورس جميل ان شاء الله. 25 يوم ما شاء الله ما شاء الله. جميل، النتيجه جميله. حضرتك مبسوطه؟ انا سامع صوت حضرتك ان هو مبسوط جدا. بالي هسه انا مبسوطه الدكتور دعاء، وبقول لها لو اللي بيحاربك ما تسمعيش كلام حد، كملي واحنا مكملين معاكي. تمام. بعد حلقه ادري الحلقه اللي فاتت كتب وده عامل عمليه اكيد الدكتور اللي عامل ادري عمليه اكيد هيشوف هيطلع بنفسه ويطلع يكذب طبعا. فانا لو كنت بنجاح حد اخر لنفسي انا مش كده. يا دكتور انا ما كنتش بقدر امشي. حضرتك ولا كنت بعرف اصلي. انا الحمد لله دلوقتي انا بقيت يعني ال 8 كيلو دولت عملوا فرق جامد معايا، ولا 7 كيلو. ولسه يا مدام ساميه ان شاء الله زي احيانا ربنا، وكان في العمر عمر ان شاء الله 3 او 4 شهور اجيبك هنا قدام الساده المشاهدين، وان شاء الله يشوفوا قبل وبعد ونكمل الرحله سوا. بصي يا دكتور هجيب لك المحاله الكبيره كلها عندك. مدام سامية بشكر حضرتك جدا، شرفتينا ونورتينا باتصالك يا دكتور. هي متفائلة جدا جدا يعني كل ده لسه، و8 كيلو لسه. تفائلوا بالخير تجدوا وإن شكرتم لأزيدنكم. يعني خلينا نقول إنها التفاؤل على فكرة ده له عامل كبير، وإن شاء الله إن شاء الله الكورس اللي جاي تخسي فيه أكتر كمان. ليه؟ الحالة النفسية والمزاجية ارتفعت طبعا، دي مسؤولة عن هرمون السيروتونين. ده هرمون السعادة. إذا حصل استقرار في الهرمون ده يعني ظل مرتفع كده ومؤشره مظبوط، بيكون الحرق انا مش كويس. هجوع. ما ده هرمون السعاده. تمام. السيروتونين المفروض ان انا طول ما انا مبسوط ومزاجيا مظبوط ونسبه هذا الهرمون مظبوطه، ده هرمون الشبع. فهفضل شبعان. على النقيض لو انا تضررت نفسيا، وفي ناس تقول لك انا متضايقه فكلت، انت كلام علمي بحت. صحيح. هرمون الليبتين يرتفع عندما يتضرر المريض نفسيا، وهرمون الليبتين ده هرمون الجوع. عندما ينخفض هذا الهرمون أو يرتفع هذا الهرمون يصاب الفرد بالجوع، فيبقى بياكل. هو مش عارف هو جعان رايح ياكل ولا هو زهقان عايز ياكل. وده مهم بس جدا، هو احساس طبيعي يا دكتور. الحاله النفسيه مهمه حاجه علميه جدا طبعا. ما يعني ده علمي يعني علميا مظبوط جدا. تمام. طيب دكتور، أبرز الحالات اللي حضرتك عالجتيها من خلال مبادرة السمنة الأخيرة بتاعت حضرتك. عجبني أول حاجة شبكات بصراحة. احكي لنا يا دكتور على أبرز الحالات كده. الحاجة شبكات، لأن سنها كان لا يؤشر أبدا إن ممكن تخس 40 كيلو معانا. كم سنة يا دكتور؟ 69 سنة ما شاء الله. وظهرت بيها في احدى البرامج في برنامج مدام دينا، برنامج ست ستات، وما شاء الله ما شاء الله خست 40 كيلو الحاجه شبكات 69 سنه، وعلى نفس القناه وموجوده على اليوتيوب. يعني اقدروا واجيبها معاكي ان شاء الله حلقه ثانيه ان شاء الله. انا ليه بقول كده؟ حاجه شبكات كانت في العمره مش قادره تصلي، دايما التقل اللي بيكون عندها وزياده الوزن وتتلف الخلايا الدهنيه حوالين رجليها، فركبها تعبانه، العمود الفقري، مريض الضغط، مريض السكر، مريض الكوليسترول عالي، بتاخد ادويه عظام. كل ده في ظل كورس التخسيس اللي انا بعته لها، 4 كورسات ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديها الصحه ويعافيها يا رب. النهارده هي بتقول مش محتاجه لمسكن عظام. جميل. دايما لما في حد يزيد وزنه يروح اكثر ما يتالم داخل جسم الانسان، واكثر الاعضاء اللي بتتاثر هي العظام. تمام. ولذلك انا دايما اقول ما تاخدش مسكن. شوف المشكله فين الاساسيه وحلها. يعني اذا انا فقدت الوزن الزايد، يبقى انا اديت مساحه للعظام انها يكون فيه بعض من الاريحيه، وبناء عليه هيكون الاستغناء التام طبعاً عن مسكنات العظام. وعلشان كده بقول اخسر وزنك ان شاء الله، كل ما تبع ذلك ان شاء الله باذن الله هيزول. يعني نقدر نقول اخسر وزنك تكسب صحتك. طبعا الخساره في الوزن مكسب في الصحه، اكيد مفيش كلام. معانا يا دكتور صور ثانيه، نشوف مع بعض الحالات الثانيه. باسل الجوهري. باسل كان يعني للناس اللي بتقول اعملوا رياضه بس، عشان يعني على سبيل المثال بطل جمهوريه في رفع الاثقال. جميل. تمام. ولكن اطراف صناعيه. اوكي. هل طب يعني اذا رياضه بقى، يعني هقول له اعمل رياضه ازاي؟
هو بيرفع اثقال بس. تمام. طيب بازل كان زاد وزنه وقعد فتره بعيد عن التدريب وزاد وزنه قوي فخس 40 كيلو معانا وتوج بطل الجمهوريه في السنه اللي بعدها على طول ما شاء الله. هنا مريضي هو اللي بيفرض عليا الطريقه اللي انا اتعالج بيها. تمام. شهية عاليه ورفع اثقال يعني وجبته كبيره يعني المفروض ان انا دايما اي حد ياكل كتير بيبوظ معدته وبيكبر حجم المعده طبعا. اجي انا علشان اقول له خس لازم بسرعه اديله الماده الفعاله اللي تحتوي على الياف من الفايبر تملى المعده فتاخد حيز كبير داخل صحيح. المعده فما يبقاش انا محتاج ان انا اكل كتير أو يبقى تلت واحد تمام. وكمان ما اقدرش اقول له اعمل دايت لان هل من المنطق شهيه مقفوله وبياكل بنسب قليله معتدله اقول له اعمل دايت؟ لا, أكيد لا. ويمكن مؤخرا في منتج مصري مرخص من وزارة الصحة اسمه أناسيليوم نسبة عالية جدا من السيليوم أو البسيليوم الاثنين صح أوكي. تمام ومرخص ومصنع في مصر ويعني والله كويس قوي يعني. دكتور من خلال المبادرات اللي حضرتك عملتيها كلها أكيد شفتي تشابه كده في بعض المشاكل عند البيشنت أو تشابه في بعض الحالات إيه أكتر حاجة لقيتيها متشابهة من خلال المبادرات دي كلها؟ خلينا نتفق إن السواد الأعظم شهية عالية. تمام. الشهية العالية إذا تضررت نفسيا فأكلت كتير فشهية عالية. أوكي. إذا أنا بنتمي لأسرة الحب والدلع والحنان أكل. والحنية فيها أكل كله أكل كل يا حبيبي ده شهية عالية. أوكي. إذا أنا مريض اكتئاب وربنا يعافينا جميعا يا رب أدوية الاكتئاب والوقاية منه فاتح للشهية فدي شهية عالية. كل ده في الآخر مع اختلاف ما أدى به لأنه هو يكون شهيته عالية فأنا محتاجة مادة فعالة تعمل على قمع الشهية. تمام. مفروض أديله ألياف يا الكوجك يا السيليوم والاثنين صح طبعا ما بيهمنيش اسم دواء علشان محدش ياخد كلامي غلط. المهم المحتوى المادة الفعالة الانجريدينت الموجود في الكورس ده ايه هل هيخدم حالتي بسرعة استخدمه. تمام. تمام وعشان كده بقول السواد الأعظم شهية عالية. دكتور احنا وقتنا جري مع حضرتك بسرعه جدا جدا حبيبت. جدا كان ليا الشرف ان حضرتك منورانا النهارده واتمنى ان الحالات دي كلها تنورنا هنا جميل. علشان يا دكتور نخلي البرنامج اجمل بحضرتك وبالحالات كمان ندي طاقه تفاؤل اكتر واكتر مع الحالات الجميله دي. يا دكتور كفايه حضرتك معانا بتدينا احلى تفاؤل لما حضرتك بتنورينا انا بشكر حضرتك جدا نورتينا يا دكتور واكيد هنستنى حضرتك في فقره جديده. شرف لي يا حبيبتي. النهارده اتكلمنا عن مشكله كبيره جدا جدا ومع دكتور دعاء الحلول وتصحيح المفاهيم الغلط والتفاؤل التفاؤل التفاؤل مفيش احلى من كده كلام قلناه النهارده. خلصت فقرتنا كان معانا النهارده خبيره التغذيه الدكتوره دعاء سهيل ماجستير ودكتوراه في التغذيه العلاجيه وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين. خلصت فقرتنا واستنونا فقره جديده من عيش صح. يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من انبوكس بعد المداوله واللي بيكون منورنا فيها المستشار احمد فوزي علشان يرد على معظم الاسئله والاستشارات والاستفسارات القانونيه. والنهارده هنتكلم معاه عن قانون الضرائب. استاذ احمد برحب بك معانا. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك منورنا. ميرسي يا فندم. يمكن موضوع الضرائب ده بيكون حاجه مهمه جدا وناس كتير ما بيكونش عندها المعلومه حتى لو ليها بطاقه ضريبيه او ليها اقرار ضريبي. فبدايه كده نعرف من حضرتك امتى مواعيد تقديم الاقرار الضريبي وايه هي النتائج المترتبه على عدم تقديم. تمام. احنا عندنا الاقرار الضريبي بنفرق ما بين اشخاص الأشخاص اللي زي أنا وحضرتك وكل الأشخاص العاديين والشركات إحنا بنقول عليه شخص طبيعي أو أشخاص اعتبارية اللي هي الشركات. الشخص الطبيعي ده إقراره بيتقدم من يوم واحد في أول كل شهر يعني 1 يناير أول كل سنة آسف لحد 31 مارس في نفس السنة. ده بيقدم عن السنة اللي قبلها. أوكي. يعني النشاط بتاعك بيقف في 31/12 تقدري تقدمي من 1 يناير لغاية 31 مارس 3 شهور تقدري تقدمي. طبعا الناس كلها احنا عندنا في مصر بتتكالب يوم في الآخر يعني المفروض الإقرار الضريبي يتقدم آخره للأفراد وليس للشركات. احنا نتكلم عن الشخص الطبيعي تمام يتقدم آخره 31. طبعا الظروف اللي فيها البلد ربنا إن شاء الله يسترها مدوا تقديم الإقرار الضريبي ل 9/4 وبعد كده مدوها 16/4.
تمام. فيعني في مده عشان 31/3 دي من الناس ما تقلقش ان شاء الله. بيتقدم الاقرار الضريبي زي ما قلنا عن سنه سابقه. يعني حضرتك لما تيجي تقدمي 31/3 اللي هو اخرك ده عن الاقرار الضريبي، خلينا دايما هنتكلم 31/3 لان هو ده القانون. تمام. ال- 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 المد اللي حصل ده الدوله عشان بتراعي الظروف اللي احنا فيها فعملت المد ده. يعني المد ده مش ده الاصل. الاصل اخرنا 31/3، انما المد ده للظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها. تمام. بتقدمي عن السنه اللي فاتت. يعني حضرتك دلوقتي هتقدمي الاقرار الضريبي بتاعك عن 2018 مش اسف 2019 كلها، من 1/1/2019 لغايه 31/12/2019. ده بالنسبه للشخص الطبيعي الاعتباري. لا الطبيعي اللي هو المهن الحره، الافراد اللي عندهم نشاطات كده. هو هناك فرق بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي. تمام. الشخص الطبيعي اللي هو انا، الشخص الاعتباري اللي هو مين؟ الشركات. تمام. يعني عندنا الشركات دي تنقسم بين نوعين، شركات اموال وشركات اشخاص. شركات الاشخاص اللي احنا بنقول عليها شركه توصيه بسيطه وشركه تضامن. شركات الاشخاص الاموال هي شركات المسؤوليه المحدوده، شركات المساهمه، التوصيه بالاسهم. تمام. دول بيقدموا لغايه 30/4. دول ما بيدخلوش معانا في الفتره دي، يعني ما بيدخلوش مع الافراد. الشركات بتبدا تقدم من اخرها 30/4، ومن حقها تقدم من يوم واحد طبعا. ليه الناس ما بتقدمش يوم واحد؟ لسببين. يعني على بال ما تعملي حساباتك وتشوفي اوراقك وتطلعيها عشان تكتبي الاقرار صح. تاني حاجه، الدوله نفسها بتطبع الاقرار. فممكن في واحد واحد ما يبقاش لسه جاهز. الشركات كمان بتاخد تقدم في 30/4، بتعمل حاجه اسمها جمعيه عموميه وبتعرض ميزانيات وده لو كان شركات اموال او شركات اشخاص، برضو ليها حساباتها والمحاسب بيقفل لها شغلها وبيعمل لها. ففي الفتره الثلاث شهور دول فتره تعرفي تتحركي فيها بالنسبه للاشخاص، واربع شهور بالنسبه للشركات. تمام. الجديد ايه في الموضوع برضو الضرائب ده؟ ان حضرتك اخر سنه كشخص طبيعي هتقدمي الاقرار الضريبي باليد في المصلحه. المفروض من السنه الجايه تقدميه كمبيوتر. تدخلي تقدميه وتملي ويفتح لك اونلاين وتقدمي الاقرار الضريبي بتاعك. ده موجود دلوقتي للشركات. يعني الشركات النهارده ما بتروحش تقدم الاقرار الضريبي بتاعها بايدها وتروح تقول للمأمورية خدي الاقرار الضريبي اهو، الكراسة الورق اللي كنا بنجيبها زمان المليانة دي ونعملها. لا خلاص دلوقتي الشركات، لا الشركة بتروح تفتح ليها وبتدفع 350 جنيه رسم فتح حساب. لا مش فتح حساب، زي الاشتراك الاونلاين. تمام. وتقدم لغاية 30/4. ده بالنسبة لمواعيد تقديم الاقرار. طيب حضرتك بتقولي اللي ما بيقدمش اقرار عليه غرام ولا ما عليهوش غرام؟ في نقطة برضو الـ الأفراد وهم بيقدموا إقرار ممكن تقدميه بدون محاسب. يعني حضرتك كمهنية عندك إقرار ضريبي مش محتاجة محاسب، بعكس الشركات لازم يوقع عليها محاسب قانوني. تمام. الأفراد مش ضروري محاسب لو حجم، إلا لو حجم الأعمال 1,000,000 جنيه. وده طبعا بيبقى في الغالب اللي عنده حجم اعمال بالطريقه دي لازم هيجيب محاسب فعلا. تمام. ما قدمتيش الاقرار في غرامه، في عقوبه، غرامه 10,000 جنيه على عدم تقديم الاقرار. طب الغرامه دي بتبقى ازاي؟ الغرامه دي لازم يصدر لها حكم، يعني بحكم التهرب الضريبي. لا لا غير التهرب، احنا بنتكلم انت 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 ممكن تكوني عندك بطاقه ضريبيه وشغاله وكله وما قدمتيش الاقرار في المواعيد. تقديم الاقرار في المواعيد ده يعني نفسه لازم يبقى له ميعاد محدد عشان تقدمي فيه. لو ما قدمتيش الميعاد ده بتدفعي غرامه. هل الغرامه دي على طول؟ لا مش شرط، يعني ممكن ما تقدميش وممكن ما تدفعيش، لان الغرامه دي لازم يصدر بيها حكم، يعني لازم يحولوكي وقصه كده. ولكن انت حضرتك عشان في سؤالك بتقولي يوم الجزاء المترتب على عدم تقديم الاقرار الضريبي، هي غرامه عدم تقديم الاقرار. وممكن في حاجه كمان نقولها بقى بالاقرار، ممكن حضرتك تكوني مثلا ايه بداتي عملك كشركه او شخص طبيعي. تمام. احنا فرقنا بين الاثنين في المواعيد بس. تمام. وفي طريقه تقديم الاقرار ده اونلاين، وده لغايه السنه دي الشخص الطبيعي لغايه دلوقتي تقدميه. وعلى فكره تقدري برضو تقدميه اونلاين لو عايزه. يعني اونلاين اختياري دلوقتي. لكن لو انت عايزه تقدمي بايدك اتفضلي حضرتك توصلي لمأمورية الضرائب المهن الحره
بتاعتك بالنسبه لو حضرتك او الاستاذ احمد، ويقدم الاقرار الضريبي بتاعه بالايد. لو عايز يقدمه اونلاين اوكي اتفضل قدمه اونلاين. من السنه الجايه واجب عليك تقدمه اونلاين زي الشركات. طب حضرتك بتقول انه لو اشخاص مش لازم يكون معاهم محاسب يعني، بس اكيد مش كل الناس برضو عندها المعلومات الكافيه او الملمه بحيث انها مثلا ما تدفعش ضرايب كتير لو كان الدخل اساسا اللي جاي لها مش كتير. هي طبعا حته تخصصيه قوي والمحاسب، ولازم الناس يبقى حتى ليهم مرجع فيها. او يجوز انا ما بدخلش على الاونلاين بتاع الهيئه او بتاعه الضرايب عشان اشوف هم شارحين ازاي، لكن اعتقد ان هم هيبقوا شارحين يعني. انا ما اعرفش هم بيشرحوا، اجوز انا فاهم فما بوصلش ازاي افهم او اعرف الناس عايزه ايه. لكن انا شايف انك لازم تكتبي الاقرار بطريقه هم كاتبين خطوات ارشاديه تعمليها في الاقرار وتحطي ايه وما تحطيش ايه، ولو اتزنقتي تسالي حد عشان تكتبي اقرار صح. على فكره اصل موضوع الاقرار الضريبي ده موضوع مريح جدا. يعني 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 القانون قال ايه؟ انك انت لما بتقدمي اقرارك الضريبي في الميعاد وتقدمي حجه عليكي ان الممول المامور الضرائب انه يعترف بكلامك الى ان يثبت عكسه. زمان في قبل قانون ما يحدثوه قانون الضرائب ونقدم الاقرارات الضريبيه قانون 2005، كان المامور الضرائب بيقول لك لا انت عليك 1,000,000 جنيه. يا فندم معلش الكلام ده، دلوقتي انت بتعملي الاقرار الضريبي تمام، المفروض كلامك يتاخد بيه الى ان يثبت عكس هذا. انك انت لا في حاجات ما دخلتهاش الاقرار ويثبت ده يبقى يحاسبك. يعني 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 المفروض مامور الضرائب يجي يقول لك ما يقولك ايه، يجي يقول لك ايه لا كلامك غلط لان احنا ثبت عندنا انك عندك كذا 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 وانت ما قدمتوش الاقرار. ما يعملش العكس، مش يقول لك لا اثبتي لي ان ورقك واو. ده المفروض. ولكن ناس دلوقتي وهي بتسمعني الضرائب بتشتغل برضو بطريقه برضو مختلفه شويه عن القانون، لان عندها قرارات كتير وعندها الدنيا برضو مرهقه جدا الصراحه. يعني انت النهارده الحسابات الضريبيه ومأمور الضرائب في مهن ليها طريقه، كل مهنه وكل طريقه محاسبه بتدخل فيها الضرائب دي حته قانونيه وحته حسابيه. يعني اكثر الشطار في الضرائب مش احنا القانونيين على فكره، المحاسبين. يعني احنا 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 بنشوف الفريم نفسه وبنشتغل على الفريم، لكن مش ملعبنا زي ما بيقولوا، لكن بنحط الاطار اللي فيها القوانين بتقول 1 2 3. التفاصيل تلاقيها تكمن بقى مع المأمور ومع المحاسب القانوني الشاطر يعني اللي يعمل الاقرار الضريبي. طيب هايل جدا استاذ احمد هنا. طيب يعني ايه الاجراءات اللي لازم اتبعها علشان ابدا اي نشاط جديد واحصل على بطاقه ضريبيه، وما هي كمان المستندات؟ شوف احنا عندنا نوعين من الشركات، شركات اسمها بنقول زي ما بنقول علي لو افراد او شركات. خلينا تمام. نتكلم افراد، حضرتك حاجه مهن، حضرتك في مهنتك كاعلامي بتروح تفتح ملف ضريبي وتجيب لهم تقول لهم انا فلان الفلاني شهاده تخرجي مقيم في الحته الفلانيه بياناتك وانا بشتغل في الحته الفلانيه ودخلي كذا تمام. نفرق ما بين حاجتين، لو انت موظف في قناه او انت فري ممكن تروح القناه دي او تروح القناه دي، انت مش موظف. لو انت موظف في القناه بيطلع لك حاجه اسمها ضريبه مرتبات، وممكن في الحاله دي ما يبقاش محتاج انك تعمل بطاقه ضريبيه تمام، خصم مباشر. بالظبط، بيخصم لك حاجه اسمها ضريبه المرتبات تمام. لو انت مش عايز تقيد نفسك بده ومش عايز تبقى موظف او عايز تبقى راجل مهني فري، اي حد يتعامل معاك يتعامل معاك تمام، بتفتح بطاقة ضريبية كمهنة حرة عادي خالص بشهادة التخرج وبياناتك وبطاقتك ويفتح لك البطاقة الضريبية تمام، وبتعمل إقرارك الضريبي آخر كل سنة. طب وهل في حاجة أفضل من حاجة؟ لا ليها حسبة طبعا حسب بقى أنت النهاردة. هي مش أفضل، أصل أنت في الحالتين بدفع ضرائب، هتدفعي الضرائب. يجوز أنا شخصيا ما أعرفش، يعني زي ما بقول لك المحاسبين شطار، أنا قانوني، فانا شايفها ان ان انك تبقي فري مش ضريبه المرتبات، لان ضريبه المرتبات بياخد منك مبلغ
اكبر ثابت على الـ على الـ على المرتبات. لكن انا شايف ان ضريبه المهنه الحره ليكي برضه بعض الشرايح، الاعفاء الشخصي، وليكي برضه في ضريبه المرتبات اعفاء نفس الكلام. بس في لينا عندنا في ضريبه الضريبه بتاعه الافراد يعني من 8000 ل 30 هنقول الشرايح دي، فممكن تبقى افضل في حالات لناس وممكن تبقى افضل في حالات لناس على حسب الدخل السنوي بتاعك. بالظبط حسب الدخل. فده بالنسبه للافراد. طب بالنسبه للشركات، حضرتك لو هتفتحي حاجه اسمها منشاه فرديه، يعني انت شخص صاحب الشركه هو وحده، اول حاجه بيروح للضرائب اللي تابع ليها مقر الشركه، ماموريه الضرائب اللي فيها مقر الشركه اللي هيفتحه، وياخد معاه عقد ايجار او سند ملكيه المكان اللي هو قاعد فيه، مش ضروري يبقى مالك، ممكن يبقى مستاجر لعين لمحل تجاري، ما هو ممكن يبقى شركه او محل وبيفتح له بطاقه ضريبيه، بيروح ياخد بطاقته الشخصيه وايصال نور وعقد ايجار، ويروح يقول لهم يا جماعه انا عايز انا هفتح شركه او منشاه فرديه نشاطها كذا، او هفتح محل نشاطه كذا، هيدوا له هيفتح له مامور الضرائب محضر مناقشه ويناقشوا عندك حاجه تاني ما عندكش حاجه تاني، بدات النشاط. وده برضو دي مهمه قوي، وهو بيبدا يفتح الملف ده لازم يقول للراجل انا بدات النشاط او ما بداتوش. يعني انا لسه النهارده هعمل شركه وهجهزها، اقول له هكتب كده في محضر المناقشه ان النشاط لم يبدا قدامي 5 شهور مثلا، وانا اول واتعهد انه لما هبدا النشاط هاجي اخطر الماموريه عشان ما يعتبرلكش ان النشاط بدا من وقتها. تمام. هنا ماموريه الضرائب بتحدد لك ميعاد وتنزل تعين المكان ده وتشوفه اللي انت هتفتح فيه. تمام. وبعد كده بعد ما يحدد الميعاد ده ويعمل محضر المناقشه بيديك جواب للسجل التجاري والغرفه التجاريه عشان تفتح بيهم، تطلع بيهم السجل التجاري وتدفع رسوم الغرفه التجاريه، وترجع تاخد الكارنيه او البطاقه الضريبيه، دلوقتي بطاقه مميكنه شيك كده زي الكارنيهات، تاخدها في غضون من 3 ايام ل 10 ايام حسب الماموريه، لان في ماموريات بتقعد شويه تطول، وفي ماموريه حسب يعني ضغط الشغل، حسب قرب الماموريه او فيها نفسها هم اللي بيطلعوا الكارنيه ولا بيودوها ماموريه اكبر وكده. ده بالنسبه للافراد وبالنسبه للشركات المنشات الفرديه. اما بقى الشركات بقى سواء كانت شركات اشخاص او شركات اموال، فبنبدا نطلع السجل التجاري وبعد كده بنروح الضرائب. شركات الاموال في هيئه الاستثمار هو المبنى يجمع كل الجهات دي، يعني انت بتطلع الحته دي، يعني هو اللي بيقول عليه شباك الواحد، هي كلهم زي الترابيزه اللي احنا قاعدين عليها دايره كده، تخلص من هنا تخلص 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 ويسلموها لك. وشركات الاشخاص طبعا دي تقضى على قانون السجل التجاري، بتفتح السجل التجاري وتدفع البطاقه وتدفع الرسوم الغرفه التجاريه، وبعد كده بتروح الضرايب بتفتح مع مناقشه النشاط ويدوك الاجراء. تمام. طيب استاذ احمد، ايه هي الاعفاءات الضريبيه لاصحاب المهن الحره؟ طيب شوفي الحته دي برضو محتاجه نركز فيها شويه، لان فيها شويه كلام كده. بمعنى الاعفاءات الضريبيه، اي مهنه حره ليه اعفاء ضريبي 3 سنين من تخرجه، 3 سنين اعفاء من وقت ما يفتح البطاقه الضريبيه. يعني حضرتك مهنه حره ليكي اعفاء 3 سنين، ونفرق مهنه حره غير تجاريه. يعني ايه؟ يعني واحد راح فتح منشاه فرديه لتجاره السيارات، ده عليه في ضرايب، ده اسمه ارباح تجاريه، ماليش، مش ده مش مهنه. المهنه مهنه، انت نقابه وليكي مهنه وليكي دكتور، مهندس، محامي، اعلامي، اي حد صاحب مهنه. تمام. دول اللي بنتكلم عليهم للمهن الحر. لكن التجاري لا طبعا، ما عندوش اعفاء. كان في قانون الاستثمار اول ما خرج كان في اعفاءات وكل الكلام ده بقى بالقانون 2005 اتشال الاعفاءات. تمام. في حالات خاصه جدا. ولكن انت عندك اي مهن ليه 3 سنين من وقت فتح البطاقه الضريبيه. واحد يجي يسالني يقول لي ايه، طب انا قعدت ما اشتغلتش بمهنتي لمده 10 سنين، اجي اقول له شوف القانون قال ليك 3 سنين من وقت الفتح، بحد اقصى 15 سنه من تاريخ التخرج تاخد سنه. يعني لو قعدت 15 سنه ما تفتحش ورحت، يقول لك مامور الضريبه وريني شهاده التخرج كده، ده انت متخرج من 15 سنه، يبقى الاعفاء ليك سنه واحده بس. لا، انت متخرج من 13 سنه، من 12 سنه هتاخد ثلاث سنين. فده الاعفاء بالنسبه لاصحاب المهن
الحرة وليس التجارية وليس الأعمال التجارية. يعني مش واحد عامل مشروع، مش واحد عامل شركة، مش واحد عامل منشأة فردية ويقول أنا مهنة. ده مش مهنة عشان الناس ما تتلخبطش. طب ما كده الافضل اعتقد يعني في حاله انه مثلا لو حد مهني وفي ضريبه بتتخصم منه من المنبع وقدامه ان هو يطلع بطاقه ضريبيه، يبقى الاحسن ان هو يطلع بطاقه ضريبيه بما ان عنده اعفاء ضريبي. لا، انت في الرأي ما بين ضريبه المرتبات وضريبه المهن. احنا بنقول الاعفاء ده للمهن، عشان في ناس يقول لك انا عامل نشاط، انا راجل مهندس وعامل مركز صيانه سيارات. ما انا مهنه، ما انا مهندس ميكانيكا. لا، ده نشاط. امال انت المسمى بتاعها ايه؟ حضرتك مذيع، تمام، محامي مهنه، مهندس مهنه، دكتور مهنه، بيشتغل بمهنته، بيشتغل فري، بيشتغل حر. وهنا بقى يحصل على 3 سنين اعفاء. زي اديك مثال بسيط، الدكتور النهارده في عيادته مهنه. لا، فتح مستشفى تجاريه، خلاص. يعني دكتور عنده مستشفى، هنقول اصل الراجل ده مهنه نديله 3 سنين مستشفى؟ لا، ما دام في سجل تجاري وطلع. لكن المهنه حضرتك مالكش سجل تجاري، الدكتور مالوش سجل تجاري. انت ليك بطاقه ضريبيه. طب هنا في اعفاء 3 سنين؟ 3 سنين لاي صاحب مهنه. لما يفتح البطاقه الضريبيه ياخد يعد 3 سنين من وقت فتحه للبطاقه الضريبيه. يعني هنا مش من حق اي عمل يخصم حتى لو كانت نسبه بسيطه؟ شوف، دي بقى حته بقى اقول لك حسابيه بقى. العمل المفروض انت تودي له ما يفيد انك انت معفي في عمل ما يخصمش. وفي عمل يقول لك لا انا هخصم ال 2% لغايه 5%. 5%، تمام، هو من 2 ل 5 تمام. ده بيبقى رصيد موجود لك. ما خد بالك، ده رصيد. وفي حاجه تانية كمان كويس انك قلتها، احنا النهارده حضرتك معفي، صح؟ تيجي تقول لي انا مش هقدم اقرار ضريبي، لا اقدم برضه. مش معنى انك مش انك معفي ما تقدمش. لا، تقدم اقرارك الضريبي عادي خالص. اي نعم، انت مش هتدفع فلوس، بس عشان يشوفك انت ماشي ازاي. فلو جهه عمل تعنتت وقالت لك لا انا مش عايز، لا تقبطه وهدفع وهعمل لك خصم وما اعرفش، المفروض ما يعملكش خصم. هيودي ان الاخ ده حضرتك بتجيب له جواب انك انت معفي ويوقف. لو محاسب الشركه ده دماغه شويه مزرجنه، او الراجل يعني مش عايز يتعب نفسه، تمام، خلاص يبقى انت عندك رصيد عند الضرائب. اي نعم، الرصيد ده يعني انا ما اعرفش هيبقى مقاله ايه قبل ما تسال السؤال. طيب استاذ احمد، لسه نكمل كلامنا معاك، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل ان بوكس بعد المداوله. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم إن بوكس بعد المداولة مع المستشار أحمد فوزي حجازي، وموضوع حلقتنا النهاردة عن الضرائب. أستاذ أحمد، إيه حقيقة أنه العين ضمنة للضرائب؟ هي جملة غريبة أنا مش فاهماها شخصيا، بس وضحها لنا. شوفي، ال- 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 الجملة دي بتتقال يعني إيه؟ يعني حضرتك بتكوني مأجرة شقة أو شركة جاية عندك عاملة في الشقة بتاعتك اللي أنت مأجراها، مقر الشركة أو محل تجاري عامل نشاط. يجي المحل ده بيفتح بطاقة ضريبية، يجي يعد عليه ضرايب، والراجل ده 3-4 سنين يمشي ويختفي، والضرايب تيجي تحجز على المكان. فهي الفكرة، هي دي الفكرة اللي الناس بتخاف منها جدا، عشان ما أوقفش النشاط. هو مش ما أوقفش، هو ما استمرش إن هو يبلغ الضرايب. لا، بل هو فاتح بطاقة ضريبية عادي جدا على المكان وكله، بس ما تحاسبش او قدم اقراراته الضريبيه. لا، مش توقف. امال ايه؟ قدم اقراراته الضريبيه، تمام جدا، واكتشفت الضرايب ان عليه مبالغ اكتر من اللي مقدمها، يعني بيعمل شغل اكتر. طيب، يبقى هم ليهم ايه؟ هم يروحوا على العين، يقول لك العين دي هنحجز على اللي موجود فيها. فهي فكره العين ضامنه والعين بيتحجز عليها، والقصه دي بتقلق الناس كتير جدا جدا فيها. فبيحصل ده، بيحصل. يعني مثلا حضرتك تكون مأجر محل وسبته وما قفلتش البطاقه الضريبيه بتاعتك، وما قفلتش، ما حسبتش، تمام، فمأمور الضرايب بينزل على المحل يلاقي لاني انا فاتح نشاط، يروح حاجز على البضاعه اللي جوه. يقول له انا مالي انت بتحجز عليا ليه، ده انا لسه فاتح. يقول لي لا،
حضرتك انا حاجز على البضاعه اللي موجوده لان النشاط كان كان كان. ده بيحصل؟ اه ده بيحصل. طب الحل ايه؟ شوف الحل ان احنا اول ما ناخد نشاط جديد او مكان جديد المفروض نروح نخطر الضرايب ان احنا لسه مكاننا اهو، وان المكان ده احنا لسه مأجرينه، وادي ما يفيد ان احنا مأجرينه ونشاطنا جديد واحنا مالناش دخل بالقديم وانت شوف الموضوع ده اصله بيحصل فيه كلام كتير جدا، ولكن احنا بننصح الناس انه اللي بيأجر قبل ما ينهي العلاقه الايجاريه يسوي موقفه ويجيب للمستاجر، ما دي برضه من المشاكل. عشان حد ممكن عليه مبلغ متراكم ومره واحده كتير بيمشي، يعني ده بيمشي ويسيب النور عليه مدفوع والميه عليه مش هيسيب الضرايب. طب ازاي امن نفسي؟ زي ما بقول لك، انت النهارده لازم تعرف ان الشخص ده فتح ملف ضريبي، اصل ممكن كمان واحد ما يفتحش اصلا. طب ايه مشكلتها؟ ما هو لو ما فتحش العين بقى خلاص، انت المفروض طب لو ما فتحش اصلا يبقى هنا البدايه من عندي، يبقى ناخد الاجراء الاولاني اللي هو انت المالك اللي بتاجر لي افتح ملف من اول جديد خالص، بتروح تخطر الضرايب ان انا اجرت لفلان الفلاني كذا 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 كذا. تمام. وعشان هم بقى يتعاملوا معاك، يعني هم اللي مسؤولين بقى يتعاملوا معاك. يعني نحاول ننصح الناس برضو بشكل اكبر، ننصح الناس واوضح ان احنا اي حد ياجر مكان جديد يشتري مكان جديد يروح يتوجه لمصلحه الضرايب طبعا، ويشوف المكان ده ويخطرها ويقول لهم المكان ده انا اجرته وغيرت نشاطه او نفس النشاط، هل عليه مديونيه ولا معلوش مديونيه، ويشوف اذا كان الراجل اللي قبليه صفى الموضوع ولا ما سمش. ده بالنسبه للمستاجر الجديد. الجديد. اما بالنسبه للمالك بقى اللي هو اجر لك. ايوه بالظبط كده. اول حاجه لازم يروح يقدم عقد الايجار ده، وانا بنصح دايما انك تعمل دايما عقد ايجارك موثق، انت والمستاجر والمالك يروحوا يمضوا في شهر عقار يوثقوا العقد ده. تمام. وتروح تقدمه في الضرايب لانك انت كمان كمؤجر مسؤول. لا مالك. كمؤجر، انا اسمي مؤجر او مالك، عليا ضريبه بنقول ضريبه على الايجار، ضريبه ثروه عقاريه اسمها. يعني انا اجرت عليا كمان ضريبه، فاخطر وادفع ضرايبي وخلص الموضوع ده. في بعض الاماكن تيجي تقول لك ايه اثبت لي انه هو مثلا مشي من المحل، فيقول لك اعمل، في ناس بتعمل ايه بقى، ترفع قضيه عليه طرد عشان تبقى حكم محكمه، وهو مشي وخدنا حكم محكمه واتطرد الراجل، وعشان ما يجيش على اللي بعده ضرايب. يعني ليها كذا فكر. فهي دي طبعا فيها مشكله جدا، ومشكله برضو كمان مامور الضرايب بيني وبينك مظلوم فيها برضو. بيخاف حد يتهرب او حد عليه مديونيه فيقول لك انا مشيت من مكانه ويديها لاخوه او لصاحبه. وما اكثر ذلك. طب طيب ناخد رسائل. اتفضل. في مسج بتقول عايز اعرف هل يجوز رفع دعوى طرد لو المستاجر قام بهدم حائط بغرض فتح غرفتين على بعض؟ طيب شوفي، احنا عندنا في القانون اسباب الطرد وارده، انه منها السبب اللي حضرتك بتقوليه ده، بس بشرط ان يترتب على هذا الامر ضرر للعقار. لو مفيش ضرر بس هو صاحب الشقه مش عايز. لا شوفي بقى، انا مطلوب مني وانا لما جاي ارجع لك الشقه، تمام، بس خلينا برضو نفرق ما بين حاجتين، بين السؤال ده لو قانون قديم او قانون جديد. لو قانون قديم تمام، هنيجي نقول لا، هدم حيطه لو ثبت في ضرر يترتب عليه. طيب يعني ايه لو ثبت؟ طب ما ضرر، انا هقول ضرر. لا، الضرر هنا القانون قال لك لازم يكون صادر بحكم نهائي من محكمه انه في ضرر. ما هو اي واحد هيقول لك اه في ضرر ويجيب لك رأي تقرير استشاري يقول لك في ضرر. فاذا لازم واحد يكون ضرر اصاب المبنى العقار. تمام. هذا الضرر صدر له حكم نهائي من محكمه عشان اقدر ارفع بيه الدعوه دي. فلازم يبقى عندنا الشرطين دول متوفرين. واحد يقول لك ايه، طب ما هو خالف القانون، مالكش دخل. هقول خالف القانون يبقى اروح اعمل له جنحه انه ازال بدون ترخيص، لانه على فكره القانون ترخيص. بقى بيقول لك ايه، لازم تاخد ترخيص في حاجه زي دي عشان الناس، ومفرق بس من الناس يقول لك ايه، ما هو ما خدش رخصه، هو ده مش ضرر للعقار.
ده ضرر شخصي هو اللي هيحاسب. بس استاذ احمد هنا مكتوب في العقد دايما في الصيغه بتاعته او البنود بتاعته اللي اتفق عليها ان هنا لازم ارجع للمالك في حال ان انا هبني او ههد. ليش شرط يبقى هنا ان انا هنا باخد على طول اجراء بالعقد ده؟ ما احنا عشان كده بنقول نفرق ما بين القانون حتى القديم، حتى القديم على فكره لا مش هتطلع القديم موجود فيه كلام، هو اصل النص القانون عندنا واضح في الحته دي. هو امتى ننفذ القانون؟ لا يجوز اي العقد شرية المتعاقدين ما لم يخالف نص، النص عندنا بيقول كده. اذا خلاص يعني انا اي اتفاق بينك وبين اي حد في الدنيا هذا الاتفاق لو يخالف نص وانتم متفقين عليه، لا طبعا النص اللي هيمشي. تمام، النص اللي هيمشي مش اتفاق. وعشان كده انا قلت لك في الاول ايه، طبقا للقانون القديم ولا الجديد؟ ليه؟ لان القوانين الاستثنائيه دي ده النص ده اللي بيحكمها. طب القانون الجديد اللي هو 4 سنه 96، قانون 4 96 ده ماده واحده قالت ايه؟ عقد الايجار يخضع للقوانين المدنيه. القوانين المدنيه عقد شريعه المتعاقدين. انا لو اشترطت الشرط ده وقلت انه في حاله عمل ده بدون الرجوع ليا واخذ اذن، اذا انا خالفت هنا شرط. اطرد باذن كتابي؟ باذن كتابي او اي زي ما انتم كاتبين، زي ما انتم بقى احنا هنطبق بقى القانون. تمام، الاتفاق، لانه هذا الامر في القانون المدني، القانون 4 سنه 96 اللي بيحل القانون المدني. تمام، اشترط ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف النظام العام. ده ما بيخالفش النظام العام. فاذا انت لو اشترطت معايا ان انا لا يجوز ليا ان انا اهد بيت حيطه او اقفل بلكونه او اغير او وفي حاله كاتب بند كده، في حاله مخالفه اي بند من بنود هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه انذار او اعذار او حكم قضائي، اصبحت اتفقنا هنلتزم بيه. هو ده هو في القانون الجديد كمان يقول لك ايه، لو انت مأجر الشقه مثلا او المحل ده لتجاره السيارات ورحت عملتها تجاره الموبايلات، غيرت النشاط، لا في القانون الجديد ممكن تطرد عشان تغيير النشاط، في القديم لا. الا اذا كان برضه تمام التغيير يضر بسلامه المبنى او سلامه المكان او الصحه العامه او الاداب او يعني كذا حاجه. فاذا احنا هنا بالنسبه لده لو هو هذا الشخص السائل ده رسالته بتتكلم في قانون قديم، بقول له لو ما فيش ضرر اصاب من هد ده، اصلا انت ممكن وانت بتهد تهد عمود جوه الحيطه ويثبت ضرر، ده هيتضرر. لو ما فيش ضرر بحكم نهائي ما فيش مشكله. طيب لو انت قانون جديد ومشترطين انك ما تعملش ده يقدر هنا المالك او المؤجر اللي بنقول عليه في الحاله دي، ما بنقولش المالك بنقول عليه المؤجر، يقدر يرفع عليه دعوه طرد مخالفته لشرط من شروط العقد. ولو مش مكتوب في العقد خلاص. طب ولما يجي يمشي يرجع له البيت زي الاول؟ ده السؤال حضرتك اللي انا نسيت ارد عليه. هنا دوره ان هو متفق انك ترجع له الامر، تعيد الشيء الى مكان عليه. خلاص رجع له، اعملهم له اوضتين بس يمشي، ويعني هتلاقي الراجل بيقول لك بس يمشي وانا موافق، يسيبهم لي مفتوحين وانا ارجعهم لو هو في القانون القديم، لان القانون القديم صعب احنا عارفين المشاكل. طب لو افترضنا هنا ان الراجل نفسه شفهيا كده اخذ موافقه من صاحب العقار، تمام وهد حائط ماشي، هد عمود وحصل مشكله في سلامه العقار، هنا مين اللي يسال؟ طبعا المستاجر ولا المالك؟ المستاجر هو عدى هد عمود حصل ضرر للعقار، دي احنا كده بندخل في عقوبه. انت عملت شيء بدون ترخيص ده مخالفه؟ تمام فاذا يسال عنها العقوبه الجنائيه. عقوبه شخصيه حتى في القديم؟ حتى في كله. تمام طيب ناخد كمان رساله معانا، حد بيقول انا متزوجه من 21 سنه ورفعت دعوى الطلاق وعايز اعرف هل انا من حقي نفقه متعه وكيف يتم تحديد المبلغ؟ ليها نفقه متعه وليها نفقه زوجيه لغايه ما يحكم لها حتى كمان في دعوى الطلاق. ملهاش مده محدده يعني؟ لا ليها. الزوجه القانون قال ايه؟ يجوز للزوجه انها ترفع نفقه زوجيه تمام بس عن مده سابقه ما تزيدش عن سنه. يعني ما اقدرش اروح في المحكمه اقول احمد فوزي ما بيدفعليش نفقتي، زوجتي يعني تقول ما بيدفعليش نفقتي لمده سنتين فاتوا. لا، اقصى مده تقدر تطالب بيها سنه. تمام. لكن بقى الاولاد لو هي عندها اولاد
تقدر تطالب ب 10 سنين 15 سنه للاولاد، لكن النفقه الزوجيه تقدر بسنه. السؤال بيتكلم في المتعه. هنا حكم التطليق، لو حكم بحكم تطليق وان التطليق ده راجع لسبب للراجل تمام، فليها حقها المتعه وترفع دعوه بالمتعه دي، والمتعه دي بتقدر بحد ادنى 24 شهر. من يعني ايه 24 شهر؟ يعني الزوج النهارده لو بيدي نفقه زوجيه لزوجته، والمفروض كل زوجه ليها نفقه زوجيه. تمام. تمام؟ لو بيديها النفقه الزوجيه دي 1000 جنيه، طب ازاي الاول نقدر النفقه الزوجيه؟ عشان ناخدها بالتسلسل. تمام. نقدر النفقه الزوجيه حسب عسر ويسر الزوج، يعني زوج دخله 1,000,000 جنيه غير زوج دخله 1000 جنيه. اكيد. تمام؟ فيبقى النفقه الصغار وكافة النفقات الناشئة عن عقد الزواج للأولاد أو للزوجة تحدد حسب عسر ويسر الزوج. تمام. تمام. فإذا الأول نعرف الست دي ليها هيبقى كم نفقة شهرية. زوجها راجل مليونير هيديها 10,000 جنيه نفقة شهرية، خلاص يبقى نفقتها الشهرية 10,000 جنيه مثلا يعني. تمام. أي تاخد متعتها، المتعة دي قد إيه؟ المتعة دي 24 شهر، حد أدنى 24 شهر، لكن تزيد تزيد ما تقلش عن 24 شهر، يعني القاضي لا يستطيع أن يحكم بأقل من 24 شهر، لكن يقدر يحكم بأكتر من كده؟ يقدر يحكم بأكتر من كده. يبقى لو حكم القاضي ب 24 نضرب ال 24 دول في ال 10,000 يطلع المتعة، أو في الألف أو في الرقم اللي هو محدد ليها كنفقة زوجية، يتضرب في المدة دي ال 24 شهر. ده الحد الأدنى. ده الحد الأدنى 24 شهر، لكن يقدر يرفع أكتر من كده، وفي ناس بتغلط كتير قوي وبسمعها بنفسي من قانونيين يقول لك الحد الأقصى 5 سنين، بقول لهم لا، القانون ما جابهاش. خالص. خالص. هو فاهم يعني الكلام ده كان الفترة اللي فاتت بيتقال كتير. خالص سمعته كتير. إن ليها مدة محددة. سمعته كتير لدرجة سمعته من حد قانوني محترم يعني، قلت له طب لو طلعتها لي من اي قانون انا هبطل اتكلم في القانون. استاذ احمد لسه هنكمل معاك بقيه اسئلتنا، لكن هنطلع لفاصل صغير ولسه هنكمل معاكم انبوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي. ورجعنا لكم مره ثانيه مع المستشار احمد فوزي وبعد المداوله. استاذ احمد لسه برضه نستكمل معاك بقيه الرسائل. في حد بيقول انا متزوجه وزوجي عمل انذار طاعه على منزل مقيمه فيه والدته، اعمل ايه؟ بنبص السؤال بقى اللي هنساله وهنجاوبه على اساس الفرضين. هل الزوجة المفروض القانون بيقول انها تسكن بمسكن مستقل. تمام. ما تسكنش حد معاها. ده الاصل. ولكن بنسال سؤال، هو انت لما اتجوزتي زوجك كانت معاكي والدتك منذ البدايه، والدته منذ البدايه ولا لا؟ الفرق؟ يعني لو هي عايشه معاها من البدايه يبقى انت ارتضيتي بالمسكن. فعادي تروح في بيت الطاعه معاها. لا الست ما كانتش وكان ليها بيت وبعد كده جت. لا خلاص. يبقى ده من مبررات الاعتراض على مسكن الزوجية. ما هو الزوج بيبعت انذار طاعة، الزوجة ليها خلال 30 يوم من إرسالها أو استلامها انذار الطاعة ده إنها تعترض. لو عدوا 30 يوم ملهاش حق الاعتراض، والمعدة مهم جدا. تمام. فال 30 يوم دول في الاعتراض بتعمل دعوة اسمها دعوة اعتراض على انذار طاعة. ترفعها في المحكمة. من أسبابها إيه؟ إنه مش مهيأ مسكن شرعي، إنه مسكن مستقل. ده سبب. طبعا القاضي هيقبل اعتراض الطاعه بتاعها. طب مثلا لو هي اتجوزت في الاول ومامته ما كانتش قاعده معاهم وبعدين جت اخر فتره، لا مامته قعدت، ماشي، لا خلاص برضه لا. أوكي. هي كده من حقها انه يوفر لها مسكن مستقل. تمام. طيب في مسج تانية بتقول انا حصل خلافات مع زوجي ورحت عند بابا وكنت حامل ولدت وانا عنده، هل يجوز مطالبه الزوج بالمصروفات؟ مصروفات الولاده. دي يجوز طبعا. حتى لو اتطلقوا؟ ما ده ابنه او بنته يعني. يجوز طبعا. مصاريف الدكتور والمستشفى وكل ده مصاريف واجبه على الزوج انه يدفعها. ما دفعش خلاص ترفع دعوه. هترفع دعوه.
بتحصل على مستحقاتها بالكامل وتاخد الحكم بالرقم، ما دفعش بتعمل دعوه حبس، لان دي النفقات وما في حكمها اللي يجوز فيها الحبس. يعني دي قضيه منفصله عن النفقات، ملهاش علاقه نوع نوع بإيه من النفقات. يعني ايه المسمى بتاعها؟ دي مصاريف ولاده، مصاريف علاج. تمام. يعني كل واحده بتشوفنا دلوقتي يا جماعه، لو انت طبعا من حقها اي زوجه النهارده انها تخلي فواتير المستشفى وفاتوره الدكتور معاها اللي ولدت فيها. طب معلش عندي سؤال تاني، لو هي مش ولاده، مش عمليه ولاده، هي تعبت وعملت عمليه تانية، هنفرق ما بين حاجتين، هل هي زوجه ولا مطلقه؟ يعني ممكن تبقى في الولاده ومطلقه يدفع الزوج. اوكي. لان دي حاجه خاصه بيه. تمام. تمام. لا زوجه في برضه مقسمين العمليات برضه، ايه هي طبيعه العمليه عشان في حاجات يجوز للزوج انه مش تجميل يعني. مش هنتكلم على عمليه تجميل. بعض العمليات وبعض لا. اوكي. تمام. في حاجات بينفع ان الزوج يدفعها لانه جزء من علاج الزوجه واقع على الزوج، بس الاصل على فكره هقول لك معلومه هتخضك شويه، الاصل لا الزوج ما يدفعش العلاج، لان العلاج مش من المصاريف. بس في حاجات بيوافقوا عليها. ازاي يعني العلاج مش من المصاريف؟ معلش واحده تعبت نرميها؟ لا العفو، ما حدش قال كده، ما حدش قال ان احنا نرميها طبعا، و و و و و و و والزواج بر وموده ورحمه، وده جزء من الموده، ولكن القانون ما اشترطش. ما اشترطش ده، لكن المصاريف الولاده تختلف. طب استاذ احمد اتعمق اكتر. اتفضل. اب وام منفصلين عن بعض. احنا رجاله. لا عاجبني الستات الرجاله بتزعل مني. معلش بس برضه ليهم حقوق يعني. اتفضل. طيب استاذ احمد دلوقتي لو في اب وام منفصلين عن بعض ومخلفين وعندهم بنت والبنت قاعده مع والدتها. هنا في حاله بقى يعني زواج البنت في يوم من الايام، هنا الاب يتحمل التجهيزات وتكاليف الزواج؟ طبعا. حتى لو منفصلين؟ طبعا. مالهاش دعوه. ما انا باكد ده عشان خاطر بعض الناس ممكن يقول لك لا انا ماليش دعوه، هي عايشه مع والدتها والعكس صحيح. شوف يا احمد بيه، الصغير اللي هو الطفل البنت او الولد ملزومين من باباهم، ملزومين من الاب. احنا قلنا ايه بس؟ قلنا الاب ينفق على البنت الى ان تتزوج او تعمل. طب اشتغلت وبقى لها دخل. الاصل في النفقات عشان نحط المبدا الناس تفهمه. أيوة. الاصل ان الصغير ينفق من ماله، يعني لو الصغير ليه مال الاب اصلا ما ينفقش عليه لو بيشتغل او مال. ما هو ممكن يكون الصغير ده مثلا ورث، جات له مسابقه خد مليون جنيه عنده في مسابقه، ورث من جد من الجدود، يعني حد مش تبع والده، يعني ورث من 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 جده لامه ابو ام، ليه دخل الصغير، يبقى ينفق من ماله. الاب ما ينفقش، دوله ما بتمنح رعاياها مال. الاب هنا ما ينفقش لو ثبت ان الصغير ليه مال، ان الاصل الصغير ينفق من ماله وليس من مال ابيه. طب في حاله عدم وجود والصوره دي مش باينه عشان مش موجوده كتير. لكن الاصل ان الاولاد كلهم لا حول لهم ولا قوه الا لله. تمام. والاب هو سبب انه بينفق. بالظبط. تمام. لكن الاصل ان لو صغير ليه مال ما ينفقش. فالبنت اللي حضرتك بتتكلم عنها دي لو بدات تكون بتشتغل وعندها دخل واصلا الاب ما ينفقش. طيب لو دخلها زي ما قلنا 1000 جنيه وهي مصاريفها 3000 جنيه يكملهم لها 4، الاب يكمل ال 2000. فالاصل لو الصغير نبص عليه او مش الصغير بقى الابن او الابنه عندهم مال هو الاول. ناخد من مالهم، ما عندهمش مال الاب اب ملزم انه يجهز البنت. هايل جدا. طيب ناخد كمان رساله معانا، حد بيقول احنا وقفنا حد فين؟ مستأجر. مستأجر وعندي محل بقاله 6 شهور مش بيدفع الأجرة. مستأجر عنده مستأجر عنده لمحل يعني، وبقاله 6 شهور ما بيدفعش الأجرة، وبيقول بيوجد نص في العقد على أن المحكمة المختصة في حالة عدم سداد الأجرة هي القضاء المستعجل، صح؟ هل يمكن الحصول على حكم بالطرد من هذه المحكمة؟ يعني هو عنده محل والراجل اللي مأجر منه محل بقاله 6 شهور مش بيدفع له الأجرة، فهو بيقول ان في نص موجود يعني في قانون او قضاء المستعجل يعني ان هو بينص بالطرد المباشر. هنفترض ان 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 العقد ده برضه هنفرق ما بين لو جديد او قديم. تمام. هو بيقول بقاله 6 شهور يعني جديد، مش بقاله 6 شهور ما بيدفعش. ممكن يبقى قديم برضه، ممكن يبقى قديم. تمام. فاذا كنا انا نصيحتي للشخص في العقدين ما تروحش قضاء المستعجل. ليه؟
لان القضاء المستعجل هتبصي اغلب القضاء المستعجل بيدي عدم اختصاص واحاله الدعوه للقضاء العادي. فليه؟ اديكي مثال. القضاء المستعجل هو قضاء يرى ظاهر الاوراق. يعني ما يتعمقش جوه. فانت النهارده لو جيتي كمستاجر رحت مقدمه ما يفيد انك سددت الاجره، ورقه اهو ورقه دي انا مسدد الاجره. انت هتعملي ايه؟ هتطعني عليها بالتزوير. انا ما خدتش الاجره. انا الراجل جيت النهارده عشان ابوظ لك القضيه في القضاء المستعجل و قدمت ما يفيد، لا يا فندم انا مسدد الاجره وادي ايصال قبض الاجره. انت قدامك تقول ايه؟ لا انا ده مش توقيع على الايصال وما خدتش اجره، هتطعن بالتزوير، ده مش باختصاص القضاء المستعجل. خلاص بقينا خرجنا بقى بره القضاء المستعجل. فعشان كده القضاء المستعجل انا لا انصح بيه خالص. تمام؟ هيعطلك وهيضيع لك وقت وهتاخد عمل اختصاص واحاله للقضاء العادي. فمن الاساس ارجوك في الدعوه، وده خاص بالقوانين الجديده القديمه لازم ترجع قضاء عادي مش مستعجل. فانا نصيحتي ارجع لقضائك الطبيعي او الموضوعي وابعد عن القضاء المستعجل في هذا الامر. تمام. طيب رساله ثانيه بتقول توفى اخي من حوالي شهر وليس له زوجة أو أبناء وكان مستأجر لشقة إيجار جديد لمدة 59 سنة. زي إيجار جديد و 59 سنة ده عادي؟ طيب أوكي. قبل وفاته بسنة وأنا ليس لدي مسكن، فهل شقة أخي من حقي علما بإني أحد الورثة؟ طيب شوفي، أنت سألتي سؤال، هو ينفع 59 سنة؟ ده الحد الأقصى في قانون الإيجارات الجديد. شوفي القانون المدني زي ما اتفقنا في اول سؤال تقريبا كان ايجارات بتتسال، قلنا ان القانون اللي بيحكم القانون المدني. القانون المدني قال لك ايه؟ لازم تحددي مده. ما ينفعش تكتبي ان العقد مفتوح او طول حياه المستاجر او طول حياه بقاء البيت او طول حياه ده. لو اتكتب الكلام ده يحصل ايه؟ يبقى مده العقد هي مده دفع الاجره اللي هي الشهر، او لو بتدفع الاجره كل 6 اشهر او سنه زي ما انت كنت متفقه في الاجر. ودي في منتهى الخطوره وبنقولها للناس، لازم تحدد مده. دي نقطه. ف 59 سنه ده الحد الاقصى للقانون. يعني لو كتبت 60 او 65 سنه ايه اللي يحصل؟ المده المتفق عليها. لا امال ايه؟ هننزل لل 59 والسنه اللي باقيه او اللي فوق ال 59 ما نعتبرهوش. انك انت حددت تاني. يعني هنا الحد الاقصى 59 سنه. 59 سنه. ايا كان بقى، حطيت 70 حطيت 80 براحتك. بالظبط. هو في الاخر ليك مده. وبرده كتير قوي 59 سنه. ما هو ده 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 ما هو انت مين قال لك تعمل؟ انت النهارده ده بارادتك، انت ده عقد شريط معتقدين انا وانت بنعمل عقد بمزاجنا. ما حدش قال لك لا اعملوا 10 يا سيدي، انت المالك، انت المتحكم. تمام؟ فدي نقطه. النقطه الثانيه، مين يمتد له عقد الايجار بقى في القانون الجديد؟ وده بقى هنفرق بين القانون القديم مين بيمتد له كمعلومه الناس تاخدها والقانون الجديد. القانون الجديد بيمتد عقد الايجار لكل اللي اسمهم في اعلام الوراثه. قاعدين او مش قاعدين. ازاي بقى؟ توفى سين. تمام. وكان مستاجر، سين المثال اللي عندنا ده. توفى وكان مستاجر وملوش عيال ولا ملوش حد. اعلام الوراثه هيطلع فيه مين؟ هيطلع فيه اخواته امتد لهم عقد الايجار باقي المده اللي باقي. يعني السائل ده بيمتد له عقد الايجار باقي المده بشرط انه بيدفع الاجره. شرط انه يسدد الاجره طبعا، يعني شرط ابتدائي. ولو عنده اولاد مين؟ هو اللي توفى اللي هو الاجر تسعة. ما لو عنده كل الورثه يمتد لكل الورثه. يعني هنا كل الورثه حتى لو كلهم اتجوزوا ما اتجوزوش، كانوا مقيمين مش مقيمين. تعالى بقى ناخدها من الناحيه الثانيه في القانون القديم، يقول لك لمن يمتد عقد الايجار؟ يمتد عقد الايجار للاب والام والزوج والابناء المقيمين مع المستاجر الاصلي وقت الوفاه. فعشان واحد يجي يقول لي ايه؟ ده واحد من الورثه، القانون القديم ما بيقولش ورثه. لان ممكن يبقى فيه اتنين اخوات، واحد كان مقيم مع ابوه، واحد اتجوز وخرج، يمتد للمقيم ما يمتدش، ما الاثنين ورثه. بس برضه خلي بالك يا استاذ احمد، هنا القانون برضه شبيه بالقديم. يعني لا خالص، لا والله، يعني انا شايف ان هو مش مفيش تفرقه كبيره. لا ليه؟ هي احنا بنعيد بس يعني ترتيب الموضوع بتوقيت. لا خالص، ب 59 عام. اديك على المثال على السؤال اللي عندنا. تمام.
السؤال اللي عندنا لو على القانون القديم الاخ ما يمتدلوش عقد الايجار. الاخ مش يمتدلوش عقد الايجار في القانون القديم. لان القانون القديم مش اشترط مين؟ ما اشترطش ورثه. هو قال اب وام؟ اب وام، يعني ابو المستاجر الاصلي تمام، او امه، زوجته، اولاده، بشرط تاني لازم ابقى واحد مقيمين معاه، واحد من دول بس بشرط ان اكون مقيم معاه وقت الوفاه. فلو في اتنين اخوات، واحد مقيم وواحد مش مقيم، يبقى احنا هنا بنتكلم على اللي مقيم هو اللي يمتدله مش الورثه. في المثال بتاعنا ده الراجل ده لا مقيم بس واحد من الورثه يمتدله. لو احنا في القانون القديم الراجل ده ما يمتدلوش اصلا، ما يبقى القانون مختلف جزئيا في الموضوع ده. طيب استاذ احمد، كمان رساله معانا، حد بيقول هل يمكن فتح دار للمسنين في عماره سكنيه واعمل ايه علشان امنع النشاط ده؟ يعني حد عنده في عمارته الظاهر في حد تخيلت ان الراجل عايز يعمل عمل خير وفجاه هو مش عارفين ايه ترتيبات القصه، يعني انا مش عارف هو ايه قصه دار المسنين. شوف، هي دار مسنين دي بتخضع لقواعد انها تبقى هو انا اعتقد اني انا شايف برضو ايه، ما بحبش اجاوب على حاجه ممكن تبقى فيها ضرر لحد تمام، ولكن دار المسنين دي من الدور اللي هي هاديه قوي، الناس كلها كبيره في السن، واحد فاتح في العماره عنده دار مسنين، ايه مصدر مش هتعمل ضرر لحد يعني ما زي بالظبط ما الحضانه بتتفتح في عمار بتبقى في اسفل العماره. لا بس الحضانه مختلفه عن دار المسنين، يمكن الحضانه فيها دوشه، الحضانه فيها ازعاج اكتر. فيها دوشه، فيها رغم كده بتتفتح بس بتتفتح بس بشروط، يعني في الحضانه يقول لك لا هاتي لي موافقه كل سكان البيت عشان افتح حالي. يعني فهو النهارده انا مش عارف يعني مصدر القلق بتاعه من ايه، من وجود مسنين ناس اصلا يعني في حالهم صوتهم لو علي هيبقى حاجه قد كده، يعني من انهم كبار في السن يعني معرفش ايه مش عارفين ابعاد الموضوع ايه. ولكن يعني ولكن الرأفه يعني ولكن يعني نقول له ايه، رحمه الرحمه فوق كل صح. اعتبار يعني. استاذ احمد نورتنا جدا، احنا للاسف الوقت عدى بسرعه بس ان شاء الله ممكن نكمل بقى الحلقه اللي جايه. اشكرك جدا نورتنا. شكرا يا فاروق. كده خلصت حلقتنا من إين بوكس بعد المداولة، ونشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع اللي جاي.